انا استهل معاكم الحلقه بصباح النصر، بس بيني وبينكم هي بتطلع احلى من نهاوند بكتير. صباح الفل عليك. صباح احلى نصر عليك يا كريم، على كل الساده المتابعين وعلى كل مصر يا رب. والحمد لله طبعا كنا متوقعين النتيجه، لكن برضه هنرجع نقول في كلام تاني وفي تفاصيل تانية هنتطرق ليها، لكن لازم كنا نيجي النهارده ونفرح ونقول طبعا صباح النصر على مصر كلها. بنرحب بكل حضراتكم في بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. طبعا هنتكلم من خلالها كالعاده عن النادي الاهلي اللي فات واللي جاي، وهنتكلم كمان عن المنتخب اللي فات واللي جاي، الى جانب كلامنا واخبارنا اللي دايما بنحب نعرفها لحضراتكم اول باول. وكالعاده ساعتنا الثانيه هيكون فيها فقرتين حواريتين. الفقره الاولى هتنورنا فيها حكمه دوليه وامين عام اتحاد الكيك بوكسنج كابتن زينب مامون. الفقره الثانيه هتكون فقره كرويه بحته هينورنا فيها الناقد الرياضي الاستاذ سامح سمير، ودي بقى الفقره اللي هنتكلم فيها في كل الموضوعات الكرويه اللي تهم كل حضراتكم. طبعا في البدايه، امبارح منتخب مصر قدم الحقيقه مباراه جيده وحافظ على صداره مجموعته في تصفيات افريقيا المؤهله للمونديال بعد ما فاز على سيراليون بثنائيه دون رد، احرز الهدفين محمود تريزيجيه اللي نقدر نقول ان هو كان فعلا نجم اللقاء. برضو نقدر نقول ان من زاويه معينه اكيد طرد لاعب من سيراليون في الدقيقه 38 الى حد بعيد فكك صفوف المنافسين، ويعني بطبيعه الحال ده لازم يحصل. اما حاله الطرد الثانيه فدي كانت في الوقت بدل الضايع من الشوط الثاني، فما نقدرش نقول ان هي اثرت قوي زي الحاله الاولى. كده الفراعنه هم المتصدرين مجموعتهم برصيد 6 نقاط كامله من اول جولتين. طبعا بدايه ولا اجمل في تصفيات كاس العالم، لانه بعد كده هنقفل ملف التصفيات مؤقتا، بس هنقفله شوية حلوين، يعني هنقفله لغاية شهر يونيو 2024، بس في المقابل هنفتح ملف نهائيات كأس الأمم الإفريقية في يناير اللي جاي إن شاء الله، وبإذن الله نحصد لقبها ويكون ده اللقب الثامن لمصر إن شاء الله. بص، مباراة بالأمس يعني نقدر نقول احنا كمان لعبنا بشكل متوازن جدا، ده بحسب يعني رؤية مستر روي فيتوريا، وان هو كمان خرج بالنقاط المطلوبة من المباراة، ودي كانت أهم حاجة ان انت كمان تنجح في امبارح بامتصاص حماس لاعبي سيراليون. هم كانوا أول ربع ساعة انت لو اتفرجت على الماتش داخلين يعني شادين حيلهم زي ما يتقال كده بشكل كبير جدا، لكن انت قدرت ان انت تعدل الكفة مرة تانية. ومحمد الشناوي امبارح كان أكثر من رائع بصراحة، تريزيجيه نجم المباراة، يعني في كده كذا نقطة قوة تقدر تتكلم عندها أو تقف عندها بشكل كبير جدا. لكن فعلا يعني أنا أقدر أقول لا، امبارح المنتخب إلى حد كبير برضو قدم صورة جيدة، قدم صورة شوية مطمئنة. البعض اللي يطلع يقول لك يا جماعة ما أصل ده برضو سيراليون واللي قبلها كان جيبوتي والقصة لسه ما ابتدتش أصلا وكل ده احنا بنهزر. الكلام ده ممكن وإن كان في شق منه واقعي، بس برضو ما ينفعش تبقى صورة ظلامية بهذا الشكل. أنت عندك بجد منتخب هذا العام تقدر تقول فعلا شوية رجع لنا الثقة اللي كانت عندنا من 13 سنة، هرجع أقول ل 2010. فالتصدير الروح السلبية كده لحد هذه اللحظة أعتقد أمر غير جيد وغير منطقي، دايما بحب أتكلم بالمنطق. فلا بالعكس، إحنا متفائلين جدا. روي فيتوريا مقدم أعتقد لحد دلوقتي المطلوب منه، أنت حاصل لحد هذه اللحظة على 6 نقاط وده برضو المطلوب منك. أعتقد اللي جاي بإذن الله برضو لو مشينا بنفس الخطة هيبقى أمر جيد جدا، صورة إلى حد كبير إيجابية. فلا امبارح كان مشهد جميل. أنا امبارح كمان فعلا عجبني الشناوي بشكل كبير جدا، انقذ مرمى المنتخب، يعني كان اكتر من فرصه فعلا زي ما اتقال عنها محققه طبعا. يعني تاني عشان كده نقدر نحقق، واول فوز لينا على سيراليون اللي احنا قابلناه لو رجعنا احنا تعادلنا 3 مرات معاهم يعني بواقع التاريخ شويه، وخسرنا مره واحده امامهم، امبارح كان اول فوز. وعلى فكره برضو نقدر نقول او كنا نقدر نسجل اكتر من هدفين، لكن على كل حال جيد اللي احنا وصلنا له. وحتى ممكن كمان ده يكون يا كريم شغل او فرصه ان انت تشتغل على المشاكل اللي حصلت او نقاط الضعف اللي حصلت او يعني الامور اللي انت محتاج تعالجها عشان اللي جاي اللي هو بطبيعه الحال اقوى واشد جدا الفتره القادمه. فيعني في المجمل تقدر تقول لا، منتخب مصر فعلا فعلا قدم اللي عليه في المباراتين اللي فاتوا، وباذن الله يكمل على هذا المنوال والشكل وافضل كمان في اللي جاي، لانه فعلا يقدر. سكواد رائع ومدير فني رائع طبعا، يعني وحارس مرمى رائع. يعني على ذكر الشناوي الحقيقه يعني مش احنا بس اللي واقفين عند الشناوي، حتى المدير الفني لفريق سيراليون او منتخب سيراليون هو كمان عقب انتهاء اللقاء قال ان احنا لولا محمد الشناوي كنا نستطيع ان نحقق الفوز على المنتخب المصري. محمد الشناوي عاليه قوي كده بقى، وماله بس كده احنا بنبعد قوي. خلي الراجل يتفك بكلمتين مش مشكله، ما فيهاش حاجه. يعني خلي الكلام بقى والطموح منطقي برضه، يعني مش كده. هو للامانه الشناوي كالعاده الحقيقه دايما مصدر ثقه وصخره، يعني صخره واقفه في مرمى وبتحرس عارين المنتخب المصري كما بتحرس عارين النادي الاهلي دائما. يعني حقيقي محمد الشناوي فعلا
ونفتخر بيه كلنا. عموما تعالوا بقى نقفل ملف منتخب مصر مؤقتا ونروح للنادي الاهلي اللي خلاص بقى هيدخل الاختبار الاهم في الموسم ده، وهو منافسات دوري ابطال افريقيا مرحله دور المجموعات اللي هنبتدي فيها ان شاء الله اول مبارياتنا يوم السبت اللي جاي بمواجهه ميدياما الغاني. خلونا افكر حضراتكم بالمجموعه اللي هنلعب فيها واللي بتضم انديه ميدياما من غانا، شباب لوزيداد من الجزائر، ويانج افريكانز من تنزانيا. طبعا مش محتاج اقول لحضراتكم الى اي درجه بطوله دوري ابطال افريقيا يعني بتمثل معنى كبير قوي قوي للنادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي، وطبعا قبل كل جماهير النادي الاهلي، لان بطبيعه الحال احنا اصحاب الرقم القياسي في الفوز بهذه البطوله، والاهم ان حامل يعني ان احنا حاملين لقب النسخه الاخيره المميزه جدا. لو تفتكروا كانت على حساب نادي الوداد المغربي، يعني واحد من اهم واكبر انديه القاره، فاكيد احنا مستنيين من النادي الاهلي كتير قوي في هذه البطوله تحديدا ان شاء الله. بص لو هنتكلم شويه برضو عن يعني او سريعا عن المنافس بتاعنا، وده مهم جدا، انت اول مباراه او اول مباراه فريق ميدياما، لان هو انت بتتكلم برضو هو ممكن جدا يكون غير معروف للجمهور، يعني ميدياما وهو اول مباراه لينا ممكن مش معروف شويه للجمهور المصري تحديدا، هو حديث العهد سميه بالمنافسات تحديدا كمان القاريه، لكن الواقع بيقول ان انت برضو عندك بطل الدوري اللي هو نقدر نقول برضو الموسم الماضي اللي هو سجل نسبة حضور كمان مميز جدا، وفاز ببطولة قبل النهاية كانت بأسبوعين تقريبا بفارق 5 نقاط لو أنا مش غلطانة، كان على صاحب المركز الثاني. أما في النسخة الحالية وبيحتل المركز كمان السادس بفارق هنا 5 نقاط عن المتصدر، يعني اللي هي أدونا ستار. ممكن يكون منتخب مش مسمع بشكل كبير، ممكن يكون منتخب مش سايب اثر بشكل كبير، لكن برضو فكره ان هو يوصل لهذا المستوى وبرضو رانكينج مش بطال، وان كان برضو حديث العهد يا كريم، لكن تقدر تقول ان هو برضو منافس قوي، منافس مش سهل، مش منافس تقدر تضمن النقاط معاه. فلا مهم جدا ان احنا برضو نتكلم عن ميدياما، لكن ان شاء الله نقدر، لان برضو هرجع اقول تاني منتخب مصر هذا العام او هذه النسخه اعتقد ان الكل متوقع او شايف او لامس في اختلاف كبير جدا في فنياته في الاداء وفي غيره. عفوا الاهلي انا اسفه جدا. فلا كريم انا متفائله جدا باذن الله، لان معلش احنا عمالين نتكلم عن منتخب مصر اتلخبط. الملفين دخلوا في بعض صحيح. فلا النادي الاهلي الحمد لله، وان كان في بعض برضو الازمات في بعض الاوقات للاسف الشديد، لكن انت بتعوض المباراه اللي بعدها، وده شفناه في اكتر من مباراه الفتره اللي فاتت وعلى مدار كمان الاسابيع اللي فاتت، ممكن نكون غير موفقين في مباراه ما، لكن بنقدر ان احنا نعود مره ثانيه ونعوض مره ثانيه ونراضي الجماهير مره ثانيه في المباراه اللي بعدها. واعتقد ده المهم جدا، الكامباك اللي يكون كمان سريع ده اللي بيفرق كتير جدا مع الجماهير. فبالتوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي، لسه احنا برده بنقول ضربه البدايه زي ما المنتخب لسه دلوقتي بنتكلم عن ضربه البدايه، ولسه بدايه التصفيات بتاعتنا والتاهل المونديال، والبدايه كانت الفترات اللي فاتت كمان ليست الافضل، احنا يمكن كنا للاسف الشديد الوضع عندنا ان احنا اول كام مباراه في التصفيات للمونديال بنخسرهم او بنتعادل فيهم، الوضع اختلف دلوقتي، فانا متفائله من الناحيه دي. على صعيد النادي الاهلي، النادي الاهلي الحمد لله ماشي برضه بخطوات جيده، وان كانت في بعض المباريات اللي كنا مقصرين فيها ما كانش نفس مستوى اللعيبه شايفينه، لكن بيرجعوا تاني كامباك بيبقى سريع، فهي دي النقطه كلها يعني توفيق طبعا. المشكله بقى في لما يكون النادي الاهلي بيلعب فريق مجهول الى حد كبير زي فريق ميدياما الغاني، ما هو المجهول ده ما تعرفوش حضراتكم. هو طبعا لو كان ليه امارات قوي كنا على الاقل هنسمع عنه، لكن ده ما ينفيش وما يمنعش صحيح. باي حال من الاحوال ان عبر التاريخ ياما الواحد بيدخل مباريات مع فرق وبيتعامل على اعتبار ان الفريق ده على قد الايد الى حد كبير، لا لشيء غير لكون هذا الفريق مجهول، فنتفاجئ. انا مش بتكلم على النادي الاهلي، بتكلم في المطلق، فممكن جدا الواحد يتفاجئ بان المجهول ده قادم من بعيد وممكن يتحول الى الحصان الاسود في البطوله اللي هو بيشارك فيها. وزي ما انت قلت يا نهاوند، فعلا بغض النظر عن خلفيته وتاريخه، واللي اكيد طبعا يعني الجهاز الفني للنادي الاهلي هيقعد يدرسه كويس قوي، يجيب فيديوهات الماتشات الاخيره بتاعتهم الى اخره، لكن فكره ان انت بتلعبي المجهول فكره يعني مريبه حبتين. بس ان شاء الله خير، والنادي الاهلي كالعاده قدها وقدود. بالظبط. تعالوا بقى نروح لملف مختلف. امبارح منتخب مصر للناشئات عمل ماتش في منتهى الروعه الحقيقه ومنتهى القوه، وكان مليان فنيات عاليه جدا، حقق فوز كبير على الكونغو برازافيل بسداسيه دون رد في اياب الدور الثاني من تصفيات قاره افريقيا المؤهله الى بطوله كاس العالم 2024 والمقرر اقامتها السنه الجايه ان شاء الله في كولومبيا. سجلت حبيبه عصام هدف التقدم في الدقيقه 5، بعدها احرزت فرح هشام الهدف الثاني، بعدهم دانا كريم الهدف الثالث. خلص الشوط الاول بهذه الثلاثيه، بعديها مع بدايات
بدايه الشوط الثاني نجحت دانا كريم في تسجيل الهدف الرابع من ركله جزاء، مايا دياب سجلت الهدف الخامس، وبعدهم اضافت جودي عماد الهدف السادس ايضا من ركله جزاء. عايز بس يعني افكر حضراتكم ان احنا كنا من فتره مش بعيده كنا بنتكلم على التليفون مع كابتن محمد كمال المدير الفني، كان معانا في مداخله تليفونيه، وقتها كان بيتكلم بمنتهى الثقه في كل اللاعبات ونقل لنا كلنا احنا كمان هذه الثقه، ده غير ان هم الحقيقه على الارض على ارض الواقع اثبتوا لنا ان هم فعلا جديرين بهذه الثقه وان هم على قدر المسؤوليه، وباذن الله يتاهلوا للمونديال واحنا اكيد داعمين ليهم ووراهم دايما ان شاء الله. اول حاجه بس يلا يلا قول. انت قلت مايا دياب، هي مايا ايهاب. انا قلت مايا دياب، مفيش فايده، مفيش مسيطره على الباب. كل واحد بيشغل دماغه. بس مش بطاله. بس نانسي عجرم كده كده ما سجلتش اهداف في ماتش، دي حاجه الاكيده يعني. انا قلت مايا دياب. اه والله. المهم خلينا نروح بقى لمنتخب مصر اللي سلاحنا. خلاص طب تورينا كليب للقادم. سلاح السيف ناشئين، هو استطاع ان هو يحصد برونزيه كاس العالم تحت 20 سنه والمقامه طبعا بتونس، واحنا تابعناها مع حضراتكم بعد ما فاز على فرنسا 45 ل 41، ومنتخبنا الوطني هناك كان تاهل، وكنا برضو اتكلمنا في ده مع حضراتكم مباشره لدور ربع النهائي، وبعدين حقق الفوز على منتخب المانيا كانت نتيجه ايضا جيده 45-40، بعد كده خسر في دور نصف النهائي من منتخب رومانيا كان بنتيجه هنا 45-37، ماتش كان قاسي جدا واتكلمنا برضو في تفاصيل. بعد كده لعب مع منتخبنا الوطني مع المنتخب الفرنسي وكان على الميداليه البرونزيه، والحمد لله قدر ان هو يحقق يعني الفوز. فلا انا عاجبني جدا، خلينا نقول بجد ان عندك اتحاد السلاح ان هو كمان مهتم بالتوازي، بفكره ان الكبار والناشئين على حد سواء، ولسه كمان امبارح كنا بنقول الكلام ده، وان هو حصل على افضل جايزه او افضل انجاز تاريخي لعام 2023، والحقيقه كمان يمكن هو من اكتر او انت عندك اكتر من اتحاد ماشي بخطوات لحد هذه اللحظه اعتقد رائعه جدا مقارنه بما مضى، يعني لو اتكلمت حتى في سنه مضت لا هتلاقي فارق كبير جدا واستعدادات مختلفه جدا، وعندهم كمان طموح كبير ان هم يحصلوا يا كريم على ميداليات سواء اولمبيه في باريس باذن الله، وكمان مش بس يعني ميداليه او اتنين لا اكثر من ميداليه، ووعود زي دي سمعناها بشكل كبير، فتطوير حاصل والتطوير مهم جدا. انا بشوف ان النجاح حتى وان انت ما حققتش نتيجه على الارض، بس فكره ان انت بتتطور في اتجاه سليم ده في حد ذاته نجاح، فبالتوفيق ان شاء الله، ونتمنى كل الاتحادات عندنا يكونش فيها كمان مشاكل، لان الملف ده انا وانت اتكلمنا فيه اكتر من 200 مره صحيح. ويعني عرضنا المشاكل، وكان مينلي اللي احنا وصلنا له من اكبر المشاكل اللي بتواجه الاتحادات هي يمكن بعض الاتحادات سوء الاداره، والبعض الاخر بيتكلم عن الازمات الماليه والماديه اللي بيعاني منها، وتطرقنا بقى ازاي ممكن نحل هذه الامور وغيره، وكان في بعض الاتحادات اللي طلعت بافكار جيده جدا اللي عملت اكاديميات عندهم يعني بمبالغ برضه ان كانت حتى رمزيه، بس بتفرق كبير ان هو يبتدي يصرف على المنتخب الاول او يبتدي يصرف على الابطال اللي عنده في الاتحاد، فدي برضه افكار جيده جدا، ان انا مش هستنى يجي لي سبونسر، طبعا انا مش جاي لي مساعده من الخارج، ابتدي انا احل المشكله من عندي، فده كان فكر رائع جدا وغير مسبوق، وقلنا يا ريت كل الاتحادات اللي بتعاني من ازمات ماديه يعني تحل ده. طبعا تنميه الموارد نقطه في منتهى الاهميه للأسف. والحقيقه برضو يعني نتمنى ان احنا ما نبقاش بقى بنتكلم لسه على فكره ان في اتحاد ما، ولا سيما الاتحادات النشطه اللي بتحقق انجازات واللي عندها ابطال وبطلات بيرفعوا رايه مصر في كل المحافل الدوليه، ما نتمناش ان يبقى في اتحاد عنده مشكله ماديه اساسا، يعني عشان حاجات كتير حقيقه، والموضوع ده زي ما نهاوند قالت لحضراتكم احنا اتكلمنا فيه بدل المره يمكن مليون مره، وتحسوا حضراتكم ان دعواتنا الدائمه بان النجاح اللي بيتحقق على مستوى اتحاد السكواش يتكرر في اتحادات ثانيه، تحسيه ان يعني سمع في الاتحاد السلاح، يعني في الفتره الاخيره احنا بنتكلم عن نجاحات كبيره الحقيقه فعلا في هذا الاتحاد، فكل التحيه ليهم. تعالوا بقى نروح للسكواش، علي فرج طبعا يعني نجمنا في الاسكواش والمتصدر للتصنيف العالمي حصد بالامس لقب بطوله سنغافوره للاسكواش بعد اداء رائع، مش بس في الماتش الاخير لا ده طوال المباريات في هذه البطوله واللي انتهت بلقاء لاعب بيرو دييجو الياس المصنف الثاني عالميا، فاز علي فرج عليه بنتيجه 3-1، وطبعا ما فيش جديد قوي يتقال على لاعبتنا في الاسكواش اللي حقيقي متصدرين المشهد القاري صحيح. والدولي في كل المناسبات، واللي مخلينا من دلوقتي ان شاء الله ما عندناش ذره شك ان هم اكيد هيحققوا ميداليه في اولمبياد لوس انجلوس 2028، لان دي هتكون اول دوره اولمبيه بتضم لعبه الاسكواش،
ويا ريتهم بدروا بضمها من بدري، كان زماننا مولعين. بتفق معاك جدا، بس جيد ان هي يعني تم ضمها بشكل رسمي. اتكلمنا انا وانت ونشدنا اكتر من مره، قلنا يا ريت يكون فعلا في فرصه للسكواش ان هي تكون يعني رياضه دوليه وبيتم الاعتراف بيها بشكل رسمي، مش بننتظر الدوله المضيفه ان هي يعني تختار، ان مفيش دوله مضيفه هتختارها بالمنازل، ان انت كمصر انت بتنافس على الرانكينجز الاولى عالميا سواء على مستوى الرجال او مستوى السيدات. صحيح. فمفيش حد بينافسك، محدش هيجي يختار رياضه هو مش الافضل فيها ويقول اصل انا هنافس. لكن نتمنى بقى لما يعني مع وضعها طبعا في الاولمبياد بشكل رسمي ان انت مصر تقدم حاجه بقى، يعني لان ده هيبقى صعب شويه لو كمان ما قدمتش حاجه وقتها وما قدمتش المطلوب منك، مش حاجه بس لا اعلى حاجه ممكن ان هي تحصل عليها مصر اللي هي الميداليات الذهبيه في السكواش، لان احنا بطبيعه الحال دلوقتي احنا بلغه برضو الارقام الاوائل في العالم على مستوى رجال والسيدات، ده انا بقوله لحضراتكم. ومش بس كده، حتى في البطولات العالميه انت بتلاقي مصري قدام مصري، يعني هي بترسى على كده. فيعني كل التوفيق طبعا ليهم. على كل حال بقى خلينا نتابع درجات الحراره. النهارده الجو كان برد الصبح، كان برد جدا، اول مره في حياتي السنه دي اشعر ان الجو برد فعلا الصبح. فلا فعلا كان في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، كان دكتور منار امبارح تالي اتكلمت على الموضوع. صحيح. ده قالت هيكون في انخفاض ملحوظ هذا الاسبوع، عشان كده كانت حتى بتتكلم عن الاطفال تحديدا وهم في المدارس يخلوا بالهم ان هم يكونوا معاهم يعني لبس برده تقيل شويه عشان الجو متقلب، لكن في العموم هيكون في انخفاض. خلينا نتابع درجات الحراره بقى، نروح فاصل ونرجع نكمل. التحية والترحيب بكل حضراتكم. خلونا بقى نروح على مقر النادي الأهلي بالجزيرة، حيث تتواجد زميلتنا العزيزة هانا أبو قاسم اللي هتعرفنا إيه آخر الأخبار والمستجدات. صباح الفل عليك يا هانا، اتفضلي احنا سامعينك. أشتت هانا. طبعا ده لازم. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، وزي ما عودناكم دايما هنقل لكم كل الأخبار المتعلقة بالنادي الأهلي وفرقه الرياضية المختلفة. لكن في البداية خلونا نبارك طبعا لمنتخبنا الوطني بعد فوزهم أمس على سيراليون بنتيجة 2-0. شفناهم عملوا مباراة كبيرة جدا، ويمكن طبعا قبلها كانوا فازوا أيضا على منتخب جيبوتي بنتيجة 6-0 عشان بقى يتصدروا المجموعة، وهو ده منتخبنا الوطني.
وهو ده الاداء اللي بيليق بيه. اكيد بنتمنى لهم طبعا كل التوفيق فيما هو قادم. كمان في خبر يمكن انتوا ذكرتوه عن ناشئات الكره النسائيه بعد فوزهم 6-0 على منتخب الكونغو، وده طبعا بيبين ان الحقيقه في تقدم كبير جدا في الكره النسائيه في مصر، سواء على صعيد المنتخبات او على صعيد الانديه، واكيد ده خبر سعيد جدا لكل جماهير الكره المصريه، وبنتمنى لهم مزيد من التفوق. نروح بقى لاخبار النادي الاهلي، والبدايه مع الفريق الاول لكره القدم. النهارده الفريق هيواصل تدريباته، التدريب هيكون الساعه 5 مساء عشان طبعا بقى يواصلوا استعداداتهم للمباراه القادمه واللي هتكون امام فريق ميدياما الغاني يوم السبت القادم. المباراه هتكون الساعه 9 مساء على استاد السلام ضمن منافسات بطوله دوري ابطال افريقيا. يعني طبعا بنتمنى لفريقنا كل التوفيق. امبارح كان الفريق استأنف تدريباته بعد راحه سلبيه، وكان عندهم طبعا نمران على ملعب مختار التتش، وكمان هيستمروا طبعا في التدريبات، كل ده زي ما قلت ضمن الاستعداد للمباراه القادمه اللي طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق فيها. نروح بقى للالعاب الاخرى، والحقيقه انه في مباراه مهمه جدا النهارده لسيدات كره السله بنادي الاهلي، ومباراه السوبر المصري اللي هتكون امام فريق الجزيره. المباراه هتكون الساعه 6 مساء على صاله دكتور حسن مصطفى، طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. خليني بقى انوه لجميع مشاهدين قناه الاهلي انه هيتم نقل المباراه مباشره، وهيكون في كمان استوديو تحليلي عشان بقى تدخلوا في اجواء المباراه. اتمنى كل التوفيق لسيدات كره السله. كمان خلوني اقول لكم انه كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي كان اجتمع امس بسيدات كره السله، يمكن طبعا بعد اخفاقهم في بطوله الدوري المرتبط، عشان بقى يقول لهم ان هم لازم يركزوا بشكل قوي جدا، والنادي الاهلي دايما بيلعب على جميع البطولات، فطبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. ومن سيدات كره السله خلونا بقى نروح لرجال كره السله اللي النهارده هيواصلوا استعداداتهم لمباراه غدا وسامي فاينل طبعا دوري المرتبط. هيكون عندهم النهارده مران، وعقب المران هيغادروا مباشرة للإسكندرية عشان بقى يستعدوا لمباراة غدا زي ما قلت هتكون أمام فريق الاتحاد السكندري، وسامي فاينل بطولة الدوري المرتبط وديربي جديد طبعا هنشهده في كرة السلة. المباراة هتكون الساعة 8 مساء، والمباراة الثانية هتكون يوم الخميس القادم. طبعا بنتمنى كل التوفيق لرجال كرة السلة. يعني في ربع النهائي طبعا كانوا واجهوا الزمالك، والحقيقة أنهم فازوا عليهم في جميع المباريات، سواء مباراتين فريق المرتبط أو مباراتين فريق الكبار. ان شاء الله بقى نشوفهم كمان بيتألقوا امام فريق الاتحاد السكندري، طبعا مقدرين المباراه مش هتكون سهله، اكيد الاتحاد خصم قوي جدا للنادي الاهلي في كره السله، لكن عندنا طبعا ثقه كبيره جدا في رجال كره السله. نروح بقى دلوقتي لكرة الطايرة والماسترز. رجال كرة الطايرة بيواصلوا استعداداتهم زي ما احنا عارفين، طبعا هم خلاص بدأوا منافساتهم في بطولة الدوري. مباراتهم الأولى كانت أمام فريق المقاولون العرب وسيطروا عليها بشكل كبير جدا وفازوا في جميع الأشواط بنتيجة 3-0. بيستعدوا بقى بشكل قوي جدا، هيكون عندهم مباراتهم الثانية غدا إن شاء الله، وهتكون أمام فريق باتشوجات. مباراة غدا طبعا هيكون فيها ندية، باتشوجات في كرة الطايرة عندهم فريق قوي، لكن طبعا عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال ماسترز. كمان يا كريم ويا هوند خليني اقول لكم ان انا كنت متواجده في مباراه المقاولون العرب، وكان طبعا لينا بعض اللقاءات مع لاعبي النادي الاهلي اللي اكدوا ان هم مركزين بشكل قوي جدا في الموسم الجديد، داخلين بقوه كبيره جدا، يمكن ايضا اخفقوا في الموسم اللي فات، عشان كده عايزين بقى يعوضوا جماهير النادي الاهلي هذا الموسم، داخلين بروح قويه جدا، عايزين يسيطروا على جميع البطولات طبعا، وهي دي فرق النادي الاهلي، يعني دايما بينافسوا على جميع البطولات والارقام القياسيه. كمان بقى شباب كرة الطايرة 19 سنة أمس كان عندهم مباراة أمام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الجمهورية، وقدروا يسيطروا على مجريات المباراة منذ بدايتها وحتى نهايتها، فازوا بنتيجة 3-0. طبعا بنتمنى لهم بقى أنهم يكملوا بنفس الأداء. اخيرا بقى نروح للعبة كرة اليد، ورجال كرة اليد النهارده هيواصلوا تدريباتهم استعدادا لمباراة غدا اللي هتكون امام فريق طلائع الجيش ضمن منافسات بطولة الدوري. الحقيقة انه رجال كرة اليد عاملين موسم كبير حتى الان، اخر مباراة ليهم كانت امام فريق هليوبلس وانتهت لصالح رجال كرة اليد بنتيجة 36-28. الحقيقة انهم فازوا في جميع المباريات حتى الان في بطولة الدوري، ان شاء الله بقى يكملوا بنفس الاداء.
اما عن سيدات كره اليد فطبعا عندهم بقى فتره من التوقف الدولي بسبب معسكر منتخبنا الوطني، واللي طبعا هيشارك فيه عدد من لاعبات النادي الاهلي. فتره التوقف هتكون حوالي شهر، هيعودوا مره اخرى للمباريات يوم 22 ديسمبر عشان بقى يواجهوا فريق سموحه، لان هم قبل فتره التوقف فازوا في جميع المباريات. يعني يمكن اخر مباراه ليهم كانت امام فريق البنك الاهلي وانتهت لصالح سيدات كره اليد بنتيجه 45-24. عشان بقى قبل فتره التوقف طبعا بيكون مهم انت تبقى خاتم بنتائج كبيره، وهو ده فعلا اللي عملوه سيدات كره اليد، هم متصدرين طبعا جدول الترتيب. ده على صعيد اخبار الفرق الرياضيه. كمان بقى خلوني اقول لكم انه تم الاعلان عن افتتاح اكاديميات للكره النسائيه بفرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس. يمكن ده بياكد كلامنا على قد ايه الكره النسائيه في مصر بتتطور بشكل كبير. كل اعضاء النادي الاهلي بقى اللي حابين يشتركوا في هذه الاكاديميات هتلاقوا طبعا ارقام للتواصل على الصفحه الرسميه للنادي الاهلي، تقدروا طبعا تتواصلوا معاهم وتبداوا في التدريبات. اكيد هتكون حاجه كبيره جدا بتليق باسم النادي الاهلي. يعني ده على صعيد الاخبار المختلفه سواء الاجتماعيه او الفرق الرياضيه. كمان بقى زي ما عودناكم خلوني انقل لكم كل الاجواء من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. الاعضاء متواجدين في النادي، يمكن في طبعا انخفاض ملحوظ وكبير جدا في درجات الحراره. يعني امبارح الحقيقه فصل الشتاء فاجئنا كلنا، درجه الحراره دلوقتي 20، وزي ما قلت الاعضاء متواجدين في النادي وفي سيوله مروريه جيده. يعني يا كريمه ونهاوندي دي كانت ابرز اخبارنا. طبعا معاكم لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. مفيش اي استفسارات، في كل الشكر ليكي زميلتنا العزيزه هنا ابو القاسم على هذه التغطيه، نورتينا ودولاب البطولات في الخلفيه كان منور كالعاده بكل ما فيه من دروع وكؤوس. تاريخ برضو النادي الاهلي حضراتكم، يعني ما قال لك احنا عايزين نبني فرع شيك كده، نبني فرع للدواليب او نعمل اكستنشن، وارد والله. الكلام ده بيعصب ناس بقى خلاص او كان زمان بيعصب ناس. خلينا نتكلم عن برضو حاجه كانت ملحوظه جدا بعد انطلاق التصفيات الافريقيه، مؤهله طبعا لكاس العالم 2026. كان في ناس لفت نظرها بعض النجوم الافارقه المحترفين طبعا في الدوري الانجليزي تحديدا، وقدموا مع منتخباتهم كمان اداء جيد جدا ونتائج كانت ممتازه. يعني طبعا لو هتتكلم من مصر عندك طبعا محمد صلاح طبعاً. عندك برضو من المنتخب الكونغولي، عندك منتخب الكوت ديفوار، انا مش عايزه انسى اسامي لعيبه تحديدا، بس مثلا عندك ابراهيم سانجاري، وعندك كذا حد من اللعيبه اللي فعلا بيفرقوا بشكل كبير جدا، واللي بيدوك برضو امل شويه في الكره الافريقيه ان انت بيبقى عندك اكتر من كادر يقدر ان هو يجي بعد ما يخلص فترته مثلا في اي دوري بيش يعني بيلعب فيه، ان هو يجي بعد كده ينقل هذه الخبرات. يعني زي ما بيتقال برضو عن محمد صلاح بالمناسبه، قال لك صلاح حتى لما ينهي او ينتهي من حياته الكرويه لازم يبقى ليه دور كبير جدا سواء على مستوى التدريب او الاداره في مصر، لان كادر زي ده مهم جدا انت تيجي بعد كده خبراتك دي تنقلها للاجيال المختلفه في داخل بلدك، لان ده احنا في امس الحاجه ليه. فلا يعني حاجه كانت جيده برضو ما كانتش موجوده زمان يمكن بشكل كبير طبعا، كناش بنخسر بشكل كبير. بس التفصيله دي فعلا عندك حق فيها مليون في الميه. ناس كتير قوي وقفوا فعلا عند الاداء الاستثنائي لكل يعني اللاعبين الافارقه اللي كانوا منورين قوي في التصفيات دي. كمان في ماتش السنغال مع جنوب السودان اللي خلص برباعيه نظيفه لصالح السنغال، سجل فيهم طبعا بابي سار لاعب توتنهام. كمان كان في تعادلات وكان في تعادل نيجيريا مع زيمبابوي مثلا، يعني في حاجات كتير بس عايزين نلخصها لحضراتكم. هنقول انها يعني كان عندنا 9 أو 10 نجوم قادمين تحديدا من البريمير ليج شاركوا وبيسجلوا 16 هدف، ولم تخسر منتخبات بلادهم. فازت الكونغو الديمقراطيه على موريتانيا، زامبيا على الكونغو برازافيل، مصر على جيبوتي طبعا، كوت ديفوار على سيشل، الكاميرون على موريشيس، فيما تعادلت طبعا بوركينا فاسو مع غينيا ومع غينيا بيساو، ونيجيريا مع ليسوتو، والسنغال مع جنوب السودان، ونيجيريا مع زيمبابوي. بغض النظر عن النتائج بس كان في تألق ملحوظ فعلا للعيبه الافارقه اللي جايين من البريمير ليج، حاجه بجد تفرحنا اكيد. في امل يعني تحس يا ابو سهل بجد والله يا ابو سهل. خلينا بس نتعرف من خلال الفيديو جراف ده عن اكتر 5 لاعبين سجلوا اهداف مع نادي واحد في التاريخ. خلينا نتابع ونرجع نكمل.
صباح الخير على كل جماهير واعضاء النادي الاهلي في كل مكان. النهارده من جيم النادي الاهلي بالجزيره هنتكلم عن عنصر المرونه. ذكرنا قبل كده عنصر التوافق وعنصر الرشاقه، النهارده هنتكلم عن عنصر المرونه. هنتكلم عن الموبيليتي وفلكسبيليتي. الموبيليتي خاص بالمفاصل، هي قدره المفصل على الحركه في اقصى نطاق له. طيب هنبدا اول حاجه بالشولدر، هو بيعمل سيركمدكشن سواء من ورا لقدام او من قدام لورا. هنبدا بعد كده بالالبو جوينت، هبدا احركه كده اهو وابقى مثبت ايدي، هبدا كده احرك مفصل الرزق، بعد كده هنزل تحت على الارض واعمل موبيليتي للثوراسيك او الفقرات الظهريه، وبعد كده هنزل على الارض واعمل موبيليتي للهب، تمرين 90 90. وبعد كده هشتغل للني ان انا افردها واتنيها. لو في مشكله في الموبيليتي بتاعه الني هبدا احرك الباتيلا او الصابونه بتاعه الرجل في جميع الاتجاهات، وده بيزود الموبيليتي للركبه. هبدا بعد كده اخر حاجه في الموبيليتي ان انا هبدا اعمل موبيليتي للانكل، ان انا هعمل دورز فليكشن وبلانتر فليكشن. اهم حاجه ادم رجلي يبقى ثابت على الارض ما بيتحركش، وابدا اروح لقدام وارجع لورا اقصى مدى عشان اعمل موبيليتي للانكل. طب ده كده الموبيليتي. هبدا بعد كده الفليكسبيليتي. الفليكسبيليتي بشتغلها بطريقتين، دايناميك واستاتيك. الدايناميك بيكون قبل التمرين وبيكون من الحركه، وبعد كده عندي الاستاتيك بيكون بعد التمرين، وده بيكون استريتشات بعد بعد التمرين عشان ارجع العضلات لحالتها الطبيعيه اللي بدات عليه قبل التمرين. طيب هبدا اول حاجه بالبايسبس كده اهو، انا شغال دايناميك. طب لو هشتغل استاتيك ببدا اثبت ايدي كده اهو 30 ثانيه وابدا اغير. طب هشتغل ترايسبس، ابدا ارفع ايدي واشد، ده كده دايناميك. طب هشتغل استاتيك، هبدا اثبت ايدي واشد العضله عشان اعمل لها اطاله وعشان ارجعها لحالتها الطبيعيه اللي هي بدات عليه. هبدا بعد كده اعمل فليكسبيليتي للتشيست او البكتورس ميجور، ده كده دايناميك، واحاول ارجع على قد ما اقدر. طب لو هعمل استاتيك المفروض ان انا هثبت ايدي في اي حاجه تبقى ورايا واحاول اعمل استريتش للعضله عشان ارجعها لحالتها الطبيعيه اللي قبل ما بدانا عليها التمرين. هعمل بعد كده استاتيك للظهر، دايناميك متاسف الناحيه الثانيه، او ان انا ابدا افرد اشد جزء الفوق خالص وانا ثابت على الارض عشان اعمل ستريتش لعضلات التسمس دورز. تمام، بعد كده عندي فليكسبيليتي لل كوادرسيبس العضلات الاماميه، ابدا اشد كده اهو وارجع تاني، انا كده شغال دايناميك. طب لو هشتغل استاتيك احاول ارفع ايدي عشان اعمل ثبات، يبقى عندي عنصر توازن، وابدا اثبت واشد على قد ما اقدر واثبت. عندي بعد كده اخر حاجه فليكسبيليتي لهامسترنج، ودي العضلات الخلفيه، هبدا انزل واحاول المس مشط رجلي واثبت، ده كده اهو استاتيك. طيب لو هشتغل دايناميك هبدا انزل واطلع 10 مرات واطلع اخد نفس وانزل تاني، ده كده الفرق بين مرونه للموبيليتي والفلكسبيليتي للعضلات. وفهمنا امتى بشتغل دايناميك وامتى بشتغل استاتيك قبل التمرين وبعد التمرين. وبكده تكون خلصت فقرتنا. كان معكم كابتن مصطفى النوبي من جيم رجال النادي الاهلي بالجزيره. صباح الفل. الفقره الاولى وهي فقره مهمه جدا ان انت بتتكلم عن رياضه الكيك بوكسنج تحديدا، ويمكن لو رجعنا شويه كده عملنا ايفالويشن او يعني تقييم تلاقي مصر ما سابتش فعلا لعبه الا واهتمت بيها مؤخرا كمان، والنتائج ابتدت كمان تظهر بشكل كبير جدا على الساحه. كلام كتير عن كيك بوكسنج والاستعدادات للبطولات الدوليه. خلينا نرحب بس في البدايه بكابتن زينب مأمون، هي الامين العام للاتحاد وايضا الحكم الدولي. يا صباح الهنا عليك يا كابتن زينب. صباح الفل يا استاذ نوان. صباح الخير يا استاذ. صباح الفل منور.
منورانا، سعداء بوجود حضرتك معانا، وعندنا كلام كتير نتكلم معاكم فيه. الحقيقه ما هو بصي احنا مش جايبين حاجه من عندنا، من اعمالكم صلت عليك. انتوا عاملين شغل زي الفل في الفتره الاخيره، في مشاركات مؤثره وفاعله ونتج عنها انجازات في كتير جدا من الفعاليات. اللي انا اعرفه ان حضرتك لسه راجعه مؤخرا من ارمينيا، كان في هناك بطوله العالم لو انا مش غلطان، صح كده؟ بطوله العالم للسامبو. اوكي، برضو كلمينا كده عن اللي حصل فيها وخلفيه المشاركه. بص احنا الحمد لله كانت البعثه مكونه من 7 لاعبين. بطوله العالم للسامبو، السامبو ديت من الرياضات اللي نزلت مصر حديثا وبقت لجنه عندنا في الاتحاد. الحمد لله هي تحت مظله نفس الاتحاد، نفس الاتحاد، الاتحاد المصري للكيك بوكسنج. معانا بطل العالم فيها كابتن خالد فزاع، ثالث عالم، هو الميزان الثقيل بتاعنا الهيفي. هو بصراحه عمل مطوشه جامده جدا، ومش هكذب عليك اتظلم في المباراه الاخيره بين اللاعب الروسي اللي هي اساس اللعبه. كان الماتش بتاعه جميل جدا، هو كان 9 واللاعب الثاني 4 وهو خسر 9-4. بس 9-4 لصالحه. ازاي؟ انذارات. انذار الحكم، انذار في انذار. كان عن استحقاق ولا كان فيها؟ ما هو اتظلم. طب لو هو اتظلم بشكل رسمي وتم الاعتراف بالظلم التحكيمي ده؟ اتظلم، لكن القانون في اللعبه ديت بتقدم اعتراض لكن ما بيرجعوش يشوفوا لل، يعني اعترض براحتك وخلاص. خلاص هي النتيجه امشي من هنا لهنا اعترض. وبعدين اللعبه كمان اساسها روسيا، واللاعب اللي بيتظلم منه هو لاعب روسي. صحيح صحيح. فخلاص هو الافه دي موجوده في كل حته. طبيعي، امر بديهي ان كل مكان فيه الحلو والوحش، لكن مش هكذب عليك في دنيا الرياضه لازم يبقى على الاقل العداله متحققه، يعني اضعف الايمان. مش قوي زي ما احنا متوقعين. كنت زمان لما كنت لاعبه كنت بتوقع لما بدات في مجال الرياضه ان المجال الرياضي دوت هو اكتر مكان سالم، ما فيهوش ظلم، ما فيهوش ضغينه، خالي من الشرور. غالي خالي طبعا. بس طلع لا، كل مكان فيه كده يعني للاسف، الحمد لله. بس مش هكذب برضو، اللعيبه نفسها والبني ادمين في محاولات ان هم نوصل بيهم ان يبداوا ان هم يرتقوا بنفسهم. لما لاعب بيبقى يتظلم ويبقى حكم في يوم من الايام ما بيظلمش، فديت بدايات ان شاء الله. انت بتتعرض للضغوط بقى؟ الحمد لله كويس ان انت ما بتتعرضيش، كويس ان انت صدر الحكايه دي. بص هو انا اصلا بدايه انا كنت لاعبه وبطله عالم في لعبتي في الكيك بوكسنج، وبطله دوليه في الكونفو، وبطله سامبو، فالحمد لله. وبس اتعرضت للظلم، وكنت لاعبه احتراف. لما تعرضت للظلم قررت ان انا يوم ما هبقى حكم مش هظلم، لاني دقت دوت. يعني ده بيبقى عن تعمد كابتن زينب ولا ايه؟ يعني الظلم بتتعرض بس دي؟ هقول لك على حاجه، الظلم وعدم الظلم احيانا بيبقى عن جهل، احيانا اللي بيظلم بيبقى عن جهل، واحيانا عن تعمد. بس انا يعني بحسن الظن بيه الناس واقول ان دوت عن جهل. اوكي. بس الحمد لله زي ما قلت لك خالد فزاع، وعندنا اللاعب محمد عزازي اول افريقيا، جاب اول افريقيا، ما حققش خامس عالم، ومحمد تامر عبد الرحمن عصفور برضو اول افريقيا جاب خامس عالم، البطله سماح عبد اللطيف اول افريقيا وجابت خامس عالم. يعني دعواتنا ان شاء الله ان هم يحققوا اكتر من كده في المستقبل باذن الله. رائع جدا. انا كنت لسه عايز قبل ما تجاوبي، يعني كنت عايز اسالك عن الباك جراوند، لان برضو حلو ان الشخص يكون بطل وبعد كده في رياضه ما بعد كده يكمل فيها وينقل خبراته بعد كده. يعني نتكلم عن الامين العام لاتحاد الكيك بوكسنج، برضو منصب مش سهل ومنصب بيتطلب خبرات وبيتطلب خطط مستقبليه كبيره جدا ورؤيه، فاكيد ده كله عندك كابتن زينب. يعني انا عايزه اتكلم شويه عن الشق الاداري برضو بجانب اللعبه نفسها. انا كنت زي ما قلت لك انا بدات الرياضه وانا لاعبه. مع الوقت احنا كنا بنواجه ضغوطات لان ما كناش اتحاد، فكنا بنمارس دور اللاعب
والاداري لما كنا بنسافر ما كانش في اتحاد، فكنا بنسافر تبع منظمه خاصه كانت مسجله في الاتحاد الدولي تبع الكابتن محمد صبيح اللي هو رئيس الاتحاد الحالي، طب. لان هو كان مسؤول مصر في الاتحاد الدولي. فكنا بنقوم بكل الادوار، يعني كنا بنقوم بدور اللاعب والاداري والمصور والاعلامي، وكنا بنعمل كل الادوار. وكان كابتن صبيح بيحاول ان هو بالقدر الكافي ان هو يعلمنا كل اللاين دوت ان احنا عايزين نوجه له تحيه طبعا. وكان معانا قبل كده طبعًا. وخلال مداخلات هو حاليا مسافر طبعا، هو في بطوله العالم مع البعثه في اوزبكستان، بطوله العالم لرياضه الكراش هو معاهم، وان شاء الله يعملوا حاجه باذن الله باذن الله. فهو علمنا كتير، وبعدين لما بقى في اتحاد، لما بدا ينشئ اتحاد فجاب يعني الناس اللي كانت تعبت معاه في مجال الرياضه، وبقينا اعضاء مجلس اداره. مش هكذب عليك، احنا واجهنا كتير قوي عشان يبقى في اتحاد، عنا 17 سنه او 16 سنه بنحارب عشان يبقى في اتحاد. ده نص عمرنا يعني. نص عمري يعني. نص عمري انا. ليه اضطريتوا تخوضوا حرب عشان تاسسوا اتحاد؟ ما كانش الامر سهل. احنا كنا لجنه في تبع في اتحاد الملاكمه زمان، وبعدين ما خرجنا من تحت ظلم كبير من اتحاد الملاكمه. كان كابتن صبيح لما قعد معاكم حكى الامر دوت، وبعدين واحنا لجنه في يعني في الكلام ده 97 سيبنا اتحاد الملاكمه بعد كده، وبعدين دخلنا لجنه في اتحاد الكونفو في 2017، والحمد لله بقينا اشهرنا تم اشهار الاتحاد في 2020. في جنود طبعا يعني جنود مجهوله ساعدت في دوت علشان يبقى في اشهار الاتحاد، ودكتور اشرف صبحي يعني كان هو الدفعه الاخيره لده، ساعد لاشهار الاتحاد برضه دكتور محمد دمرداش رئيس نادي الزهور، باشمهندس ايمن بيرم عضو مجلس اداره نادي الزهور، خلوا هم بصراحه كللوا الامر دوت، وكانوا بيدفعوا الامر دوت ان هو شافوا تعبنا قد ايه، فهم برزوه في النهايه وساعدوا ان هو بس انا عايزه اسال حاجه، احنا ليه عندنا الامور بالعكس؟ يعني مثلا ايه، يجي بقى عندك رياضه بتحقق انجازات كويسه، وبعد ما بتحقق انجازات كويسه بنبتدي يعمل لها اتحاد، يعني ليه الموضوع متشقلب؟ فده مش مفهوم. وبعدين ايه كمان اللي كان بيعرقل يعني تاسيس الاتحاد؟ الامور الاداريه بس. الامر الاول 17 سنه ورقه عايزه يعني تتعمل مع بصي هقول لك على حاجه، دكتور اشرف هو حد فاهم قوي بصراحه، لانه رياضي يعني وحد فاهم اداره كويس قوي. كان الناس اللي قبل كده يعني ما كانش بيوصل لهم الامر بالطريقه الصح، بس الامر لما اتعرض صح من خلال الناس اللي قلت عليه، الدكتور محمد دمداش وباشمهندس ايمن واللجنه الاولمبيه باشمهندس هشام حطب، لما اتعرض الامر كويس من خلالهم فظهر واتبروا الصح. الحمد لله تم اشهار الاتحاد نهايه، احنا عندنا اتحاد واحنا سعداء بيه، والحمد لله احنا بيتقال علينا الاتحاد اللي اتولد عملاقا، يعني اتحاد ولد عملاقا، بنمشي خطوات سريعه جدا. احنا فعليا كنا بنقول الاول، اول ما بدانا احنا بننافس اتحادات كبيره موجوده بقى لها 20 سنه و25 سنه، دلوقتي الاتحادات دي هي اللي بتنافسنا الحمد لله. يعني احنا عندنا نتائج اتحادات اولمبيه وغير اولمبيه ما عملتهاش لحد دلوقتي الحمد لله، ويا رب المزيد من النجاحات الفتره اللي جايه باذن الله. طب زي ما وقفنا عند كونك امين عام للاتحاد، تعالي نقف شويه عند كونك بطله عالم سابقه في رياضه عنيفه او رياضه قتاليه مش دارج قوي ان احنا نشوف بنات فيها يعني بيمارسوها، ناهيك عن ان هم يكونوا ابطال عالم، ما شاء الله ما بيبانش عليكي صغنونه في روحك، لكن بطله عالم في رياضه من النوع ده. لازم نعرف قصتك انت شخصيا، وابتديتي مع الرياضه دي ازاي، وليه الرياضه دي تحديدا؟ وانا عندي سؤال عايز اضيفه لكريم، على سؤال كريم معلش، هو يعني ممكن يبقى سؤال كليشيه شويه، بس يعني دخلتي فايت قبل كده مع حد؟ يعني اصل فعلا بنت وحجمك يعني يعني دخلت فايت؟ ما انا بقى لا على مستوى الشخص بره يعني مستوى الشخصي ماشيه في شارع وحد مثلا حب يلطف يعني وما يعرفش انك بطله عالم في الكيك بوكسنج. طيب. سالنا طبعا البطله المصريه سمر حمزه لما كانت معانا السؤال ده، وقالت وضربت كانت راجل قبل كده فيعني هل فعلا ده بتستعمليه لما بتضطري برضو في الحياه العاديه؟ هقول حياتي تعالي نسمع اجابه على سؤالها هي الاول قبل، عندي فضول انا كمان. طيب انا اساسا من حي شبرا، شارع شبرا اجدع ناس، يعني انا نشأت واتربيت وعشت اغلب حياتي فيه،
تمام. فاحنا الحي دوت حي متماسك طبعا. بيحبوا بعض قوي طبعا. فمن الصعب انك تلاقي حد بيعاكس بنت حتته او حتى من يعني ادام انت في شبرا ولو من بره هيتردد طبعا. لا هم اولاد اصول قوي صحيح. لا فحياتك في العموم مش لازم حتى في مصر يعني في لا ما حصل هو حصل يعني حصل. احنا عندنا في شبرا في المكان كنت انا في ثانوي فانا كنت بصراحه يعني بابا ربنا يحفظه يا رب كان من اشد الناس اللي داعمين ليا هو وماما كمان في مجال الرياضه وكابتن صبيح. كابتن صبيح وانا صغيره كان عايزه اقول لك كان بيجي ياخدني من البيت علشان يوديني التمرين من كتر ما بابا وماما كانوا بيقلقوا دايما. فكنت انا دايما علشان اضحك على بابا فبابا كان بالنسبه له وقت الثانويه العامه دوت يعني امر صعب جدا. فانا كنت بعمل ايه؟ بستسكى فبخلي دايما التمرين مواعيده الصبح والدروس هي اللي مواعيدها بالليل. ما هو مش هيرفض الدروس بالليل طبعا بس هيرفض التمرين بالليل. فانا كنت دايما بعمل كده. فكنت في مره راجع من درس فحد من بره جاي من يعني دخيل على شغله فعكس ف ويا ريته ما عمل والله احنا ودي كانت نهايه الحد ده. احنا اكتر يعني احنا اكتر اللي بيلعب رياضه عنيفه بيبقى اكتر حد ثبات انفعالي ما بيوصلش ان هو يضرب حد طبعًا. الا لما يبقى خلاص وصلنا لمرحله لا اللي مش هينفع ارجع فيها وما بنضربش لان احنا لما بنضرب بنأذي. لا هي دفاع عن النفس طبعا وده اكيد مشروع ان انا دافع عن نفسي لكن غير كده مش مشروع طبعا وغير مقبول. ندم أشد بس انت حجمك برضه كابتن زينب يعني بتيت شويه مش يعني عارفه يعني سمر حمزه تقلق تخلي يعني يترد بس ما هو ديت الميزه بقى. هو اصلا انا دلوقتي خاسه اكتر من اللازم لان انا بمر فتره تعب الحمد لله فانا دلوقتي اقل من ميزاني الطبيعي ب 15 كيلو تقريبا. بس انا بالطبيعي ما بوصلش يعني 60 يوم ما بزيد قوي فالحمد لله. بس بشكل عام تنصحي اولياء الامور والاهالي اللي ممكن يكونوا بيتابعوا اللقاء ده ونفسهم ان بناتهم يبقى عندهم القدره على الدفاع عن النفس عند اللزوم وفي نفس الوقت خايفين ان هم يتمرنوا في الرياضات دي خوفا من الاصابات. انا هقول لك على حاجه انا لما بدات الرياضه بدات عندي 7 سنين انا بنت وحيده في وسط 3 ولاد فكنت تعرف في البيت رايح والجاي بيضرب فيه اخواتي بيلعبوا معايا هم شايفين ان دول بيلعبوا معايا بس انا بتضرب. ما كانوش عارفين انها هتبقى بطله عالم. لا وهم كمان بيلعبوا رياضه نفس الرياضه على فكره يعني فايه شايفين بقى ان انا الملطشه في البيت فرايحين جايين بيضربوا فيا فبابا حب لا يعني انا عايزه تاخد حقها هتفضل تتضرب طول عمرها منها فاحنا منزلني معاهم التمرين. لما بدات التمرين انا حبيت ده قوي وكابتن صبيح عمل نمى جوايا اني غير شخصيتي نهائي. انا كنت بنت البنت الهاديه اللي قاعده في اللي بتلعب الالعاب العاديه غيرت اتغيرت 180 درجه 360 درجه شخصيتي. انا بقيت حد واثق من نفسه قوي حد يقدر يدافع عن نفسه حد عارف امتى هيوقف اي حد عند حده. صحيح حلو ده. عندي ثبات انفعالي عارفه يوم ما حد هيجي يأذيني اخره ايه وعارفه انا قادره اعمل ايه فما بوصلش ان انا الحمد لله لما حد بيجي حتى انا ممكن عايزه اقول لك من ضمن الحاجات اللي انا بقدر ادافع بيها عن نفسي لان دفاع عن النفس دوت درجات فانت مجرد نظرتك للي قدامك انت ممكن توقفه بدايه كلامك هتقدر توقفه ففي ستبس يعني لازم نلجا لل اخر حاجه تبدا اخر حاجه الواحد بيوصل ليها ان هو يدافع بيها عن نفسه هي ودي خصائص موجوده عند معظم ان ما كانش كل ابطال الرياضات القتاليه ورياضات الدفاع عن النفس بشكل عام بيكتسبوها مع الوقت. يعني الحمد لله الرياضه بتغير كتير قوي وبتدي حاجات كتير قوي واللي بيقول ان الرياضه بتاثر على الحياه وتاثر على المذاكره هو غلطان. البني ادم اللي بيلعب رياضه او الولد او البنت بتلعب رياضه بيقدروا ينظموا حياتهم كويس جدا ان هم يقدروا يسستموا حياتهم ان هم يبقوا زي ما هم ناجحين في الرياضه ناجحين في حياتهم. انا بتفق معاكي جدا. طيب لو رجعنا تاني تحديدا للكيك بوكسنج وعندنا اتحاد دلوقتي واسس بشكل رسمي
اكيد في خطه لتوسيع قاعده اللعبه والمشاركه فيها، ايه بقى الخطه دي وازاي هتعملوها تحققوها؟ لان كده كده اللعبه معروفه لكن مش بشكل احترافي لناس كتير. بصي انا مش معاكي في النقطه ديت، لان اللعبه ديت فعليا اغلب الناس دلوقتي بقت متجهه ليها بشكل احترافي ولا بشكل احترافي. احنا كمان عملنا دوت توسيع للمناطق، يعني احنا دلوقتي احنا موجودين في اغلب المناطق، القاهره القليوبيه، جيزه، دمياط، البحيره، اسكندريه، المنوفيه، المنصوره، الغربيه، البحر الاحمر، الكيك بوكسنج راحت كل الاماكن دي، البحر الاحمر، الانا، المنيا، اسيوط، سوهاج، بني سويف، يعني البلد كلها. والاهمال يعني الشق بقى هنا على الفتيات او السيدات برضو جيد اكتر من الاول بكتير. بقول لك موجوده في المنيا، الصعيد، خط الصعيد، خط الصعيد دلوقتي. طب اقول لك على حاجه، احنا مثلا اخر بطوله الجمهوريه كانت معموله، احنا عندنا فيها فعليا اكتر من 4000 مشارك ما شاء الله، من يعني انا بكلمك في بطوله الجمهوريه لمرحله واحده اللي هي مرحله الكبار. طيب مرحله البراعم، مرحله الناشئين، احنا عندنا اقل بطوله يعني الحمد لله. لو قلنا البطوله اللي هي مش يعني بطوله المهرجانات، المهرجان بتعدي ال 10000 مشارك. ما شاء الله، فاحنا فعليا لا احنا الحمد لله. طب احنا دلوقتي الدوله، على ذكر الدوله، يعني مهتمه جدا بفكره وعملت بموجب هذا الامر مجموعه من المبادرات المهمه جدا، فكره تصنيع ابطال مستقبليين، فكره ان انت تتوسعي في قاعده الناشئين، ودايما احنا بنتكلم حتى في البرنامج ده ان القاعده دي هي الاهم على الاطلاق في اي رياضه. فانتوا في كاتحاد بقى ايه اللي بتعملوه بحيث ان انتوا تستقطبوا مواهب ما كانتش بتمارس الرياضه دي بشكل نظامي او بشكل احترافي، موجودين في مدارس مختلفه، في كليات مختلفه، بتوصلوا لهم ازاي؟ فعليا احنا دلوقتي زي ما قلت لك احنا عندنا مقسمين قاعده الانتشار لكذا جزء. فاحنا فعليا دلوقتي مثلا في المحافظات خلاص خلصنا المناطق. الستيب اللي الفتره اللي فاتت كنا ماشيين في المدارس والجامعات. اوكي. بدانا فعليا ان المدربين بتوعنا، احنا عندنا كذا منتخب، منتخب للبراعم بمراحله، منتخب الناشئين بمراحله، منتخب الشباب ب، ومنتخب الشباب الف، منتخب العموم. أوكي. عندنا لجنه الاحتراف. كل دولت شغالين بنفس الخطوات على المدارس وعلى الجامعات. احنا مقدمين دلوقتي لجنه الاحتراف دي مقصود بيها الاحتراف الخارجي ولا احتراف عموما؟ داخلي وخارجي. هو في عندكم في الرياضه دي احتراف خارجي؟ طبعا، انا اصلا بطلت على محترفين كمان قبل ما بطل. فزت بكذا لقب، اكتر حاجه و20 مره فزت بالقاب احترافيه. أوكي. الحمد لله. فاحنا ده حتى من قبل ما نبقى فيه اتحاد. ساعه الانتشار بالنسبه للاحتراف افضل بكتير كمان من الهواه، لان دوت فيه كمان مكافئات ماليه ملهاش علاقه بالدوله. فده بيخلي الانتشار افضل. فاحنا بنسعى لدوت، والحمد لله احنا عندنا كمان مش لعبه واحده جوه الاتحاد بتاعنا، احنا عندنا 13 لجنه داخل اتحاد الكيك بوكس في العاب مختلفه. فاحنا مش عندنا لعبه، يعني انا زي ما قلت لك كابتن صبيح موجود في بطوله العالم للكراش، لعبه من الالعاب اللي موجوده عندنا. منتخبنا كان موجود في ارمينيا لعبه السامبو. عندنا الام ام اي، عندنا الجيجيتسو، عندنا الشندوكاي، عندنا السافات، عندنا الكوش، بسم الله ما شاء الله. عندنا ده يكفي اللي انت قلتيهم يا استاذه، دي مش شويه برضو. انا بحفظ بالاعصاب. طب انا هسالك قبل برضو ما الوقت يخلص كابتن زينب عن التحكيم بقى. اشتغلتي في التحكيم وكان ليكي خبرات، ايه ابرز البطولات؟ وبرده مش حاجه كومن قوي نسمعها سيدات في التحكيم بالقدر الكبير، يعني طبعا موجود بس مش مالوفه قوي، بس طبعا نجاحات المراه دلوقتي وصلت لكل المجالات، فده بقينا نشوفه في رياضات كمان مختلفه. فكلمينا عن دي برده. انا حكمت كذا بطوله عالم، انا حكم من 2000، حكم هواه،
عشان انا كنت بلعب بلعب احتراف وقت ما انا كنت حكم هواه. انا حكم هواه من 2010. حكمت اكتر من بطوله عربيه، وانا نائب رئيس لجنه الحكام الافريقي، وحكم دولي من 2013. حكمت بطولات عالم، وحكمت كذا دورة ألعاب آسيوية وكذا دورة ألعاب عالمية. الحكم الحمد لله كمان تم تصنيفي من 2016 من أفضل 5 حكام حياديين على العالم. التصنيف دوت بيجي عادة إن مثلا لو أنا البطولة فيها لاعب مصري مش مسموح إن حكم مصري يحكم في المباراه ديت للحياديه. لا الحمد لله انا بيتم السماح ليا، لان احنا بيتعمل فينا تقارير. مشهود لك بالحياديه. الحمد لله. انا زي ما قلت لك، انا اتظلمت قبل كده، فما عنديش استعداد ان انا اظلم حتى لو اللاعب ده مات ابن بلدي. انا بالنسبه لي ضميري ما بيسمحليش ان انا اعمل دوت، الحمد لله. طب اخر بقى سؤال بقى خاص، عشان الوقت خلص، عمالين يقولوا لنا انا ما اعرفش حضرتك مرتبطه ولا لا، بس لما تيجي ترتبطي هل برضو لازم يكون السؤال ده بيضحك؟ لا لا بس انا بصي ما تضحكيش، انا بضحك على طول. يعني ما تدوسيش على الزرار ده. يعني لان هقول لك على حاجه برضو، مش سيبك من كيك بوكسنج تحديدا، بس لما يبقى فيه شخص رياضي لازم بيبقى الافضل، مش لازم ناخد بارتنر رياضي زي عشان يبقى متفاهم. فانت بحكم كمان المناصب اللي انت فيها بتسافري وعندك معسكرات وبطولات، فمش اي حد هيقبل ده. ومش اي حد برضو هياخد بطله في الكيك بوكسنج يعني. تمام. لو اختلف معاه في وجهات النظر انت فاهم، هو مش من مصلحته زعلك. لو اختلف معاه هو بيكسب بجد. يعني حضرتك مرتبطه اصلا؟ اصيله يا كابتن زينب. لا بس هو عامه زي ما قلت لك، الرياضه بتبقى بتخلي الواحد اهدى. عامه لو كمجتمع شرقي لما بتيجي الزوجه عامه بنسمع الكلام بزياده. ليه؟ علشان في النهايه السفينه ليها قائد واحد. فحتى لو القائد دوت لو ما قدرتش تغير وجهه نظره، فالافضل ان انت تنصاع لوجهه نظره. ليه؟ لان هو المسؤول عن السفينه ديت. بس هو داعم ليكي. حكيمه برضه يا كابتن زينب، حكيمه. بس هو داعم ليكي في الشق الرياضي وفي شغلك والكلام ده كله، ده مهم جدا. ما هو لو مش داعم مش موجود بقى. كويس. بس هو ملوش علاقه بالرياضه يعني. بيحبها. يعني بيحب الرياضه، ما هو كلنا بنمارس الرياضه. تمام. نورتينا وشرفتينا، وان شاء الله تكوني موجوده معانا برضو مره ثانيه، حتى عشان نعرف الناس التصنيفات المختلفه، الرياضات المختلفه اللي تحت وزاره الاتحاد. والله ودي مع حضرتك. بنشكرك على نورتينا والله. نموذج نسائي يعني بجد ناجح، وانا اتمنى نشوف كده دايما يعني بجد والله. كل التوفيق ليكي كابتن زينب. مرحبا بكل حضراتكم من جديد. الحقيقه الفراعنه بيواصلوا الانتصارات، ونقدر نقول ان تألق تريزيجيه كان من اهم العناوين اللي ناس كتير طلعت بيها بعد المباراه الاخيره بين منتخب مصر وبين سيراليون. عندنا كلام كتير قوي الحقيقه هنتكلم مع حضراتكم فيه يخص الفراعنه، يخص منتخب مصر اللي حقق حتى هذه اللحظه العلامه الكامله في ماتشين مهمين جدا بعد الجوله الثانيه من تصفيات كاس العالم 2026. هنتكلم في كل التفاصيل دي مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ سامح سمير الناقد الرياضي. صباح الفل عليك واهلا بحضرتك. صباح الفل يا استاذ كريم عليك وعلى استاذه نهاوند وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير يا فندم. وهخش انا بقى في الموضوع على طول اللي لفت نظري ونظر ناس كتير، وكان عندنا علامه استفهام صغيره كده. بغض النظر عن المستوى وان سيراليون فنيا في حته مختلفه شويه، وبغض النظر عن تاريخنا معاهم اللي هي يعني برضو مش الافضل تماما، احنا تعادلنا قبل كده وغيره، لكن احنا كان عندنا وصول لمرمى الشناوي يعني كتير جدا. فهل ده يعني نقدر نقول كده مشكله عندنا في الدفاع، مشكله عندنا في التشكيل، ولا هي فرقه ولا منتخب امبارح وريتك ان هي فنيا قويه جدا، ولا انت كان عندك مشاكل في الاعداد؟ يعني ليه وصل عندي اكتر من مره وبشكل كبير جدا؟ لولا تالق الشناوي كان ممكن فعلا، والتصريح اللي قاله المدير الفني لسيراليون واللي هو مضحك ومبكي، عارف اللي هو يعني بص وصلنا لايه، ان بيتقال مع فرقه بعيده جدا احنا او منتخب بعيد جدا احنا كان ممكن نفوز على منتخب مصر. يعني وحشه
مش حلوه. طبعا وحشه. ما هو ده اللي احنا قلناه لو تفتكروا ليله ماتش الجزائر، كنت متواجده واتكلمنا عن ماتش الجزائر وقلت لي انت احبطتني خالص، واحنا هنعمل ايه في كاس امم الافريقيه وهنعمل كاس كاس عالم وقد كان ايه الحكايه وقد كان. بس الحمد لله. بصي خلينا نتكلم ان فيتوريا محظوظ جدا بشكل غير طبيعي، طبعا النتائج ماشيه معاه، المستوى ماشي معاه، عدد النقاط المجموعه نفسها ماشي معاه، المجموعه ماشيه معاه، مجموعه كاس امم الافريقيه يعني طبعا. شويه بس الدنيا لطيفه شويه بالنسبه لفيتوريا وبالنسبه لمنتخب مصر. طبعا عندك مشاكل، فانت عندك مشاكل طبعا مش قليله. المشاكل الدفاعيه امبارح كانت ظاهره بشكل غير طبيعي لمنتخب مصر. فوجئنا انك بتوصل لمرمى الشناوي مره واثنين وثلاثه، فوجئنا ان كور في العارضه وكور انفرادات بالشناوي. يا جماعه انت ما بتلعبش الجزائر، ما بتلعبش غانا، ايوه ايه الحكايه وايه الروايه؟ انت ليه واصل؟ قبلها بايام معدوده كان في ماتش مصر وجيبوتي احنا نسينا وجود الشناوي من كتر ما اسمه ما بيتقالش، ما فيش ولا هجمه عليه. لا دي حقيقه طبعا، فرق كبير جدا ما بين جيبوتي وسيراليون، وده اللي انا قلته قبلها. قلت احنا بنلاقي الفريق صعب. بالمناسبه المنتخبات اللي ما تسمعيش عنها كتير هي المنتخبات اللي تخافي منها. من اول جزر القمر اللي كان ظاهر في كاس امم الافريقيه الاخيره وعمل نتائج رائعه امام اصحاب الارض الكاميرون، وكل ما بطلع في برنامج بقولها انهم يستحقوا حتى هذه اللحظه ان احنا نتكلم عن منتخب جزر القمر. وده اللي تشوفي في منتخبات كثيرة جدا، ما بقاش في فريق كبير وفريق صغير، فريق صاحب حضارة 7000 سنة وفريق لسه طالع أول امبارح. كرة القدم أصبحت لا تعترف سوى بالعطاء والجهد داخل الملعب، خاصة في القارة السمراء، لأن بيبقى الجهد المبذول فيها كبير جدا. وده اللي شفناه. مباراة جيبوتي كانت يعني متواضعة جدا، جيبوتي نفسه طالع بيقول أنا مش عايز أكسب منتخب مصر، مش هعرف أكسب منتخب مصر، أنا طالع عشان أجي ثالث أو رابع، يا ريت أطلع رابع المجموعة، ما عنديش أي فرص أو أي أحلام إن أنا أصل لكأس العالم نهائيا، عارف قدراته وامكانياته. لكن سيراليون موقف كان مختلف تماما. المدير الفني قالها وانا حذرت بدا ليله المباراه ان المنتخب سيراليون جاي عشان يهاجم منتخب مصر، هو قالها واعلنها، قال انا هاجم منتخب مصر، هلعب بروح عاليه جدا، هحاول ان احصر لعيبه منتخب مصر واقفل على مفاتيح اللعب وقد كان. ولكن خبره المنتخب الوطني جمله تكتيكيه اتلعبت بشكل رائع، محمد صلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه. تريزيجيه امبارح كان فوق العاده ولازم يديله حقه، بالمناسبه ان هذا اللاعب وصل لست اهداف، هو انفجر مع فيتوريا، سبع مباريات احرز ست اهداف، رقم عالي جدا. ما حققوش مع حسام البدري جاب هدف، ما حققوش مع كيروش جاب هدف، حتى اجيري لو تتذكروه جاب حوالي اربع اهداف مع اجيري، فده الانفجار الاخطر لتريزيجيه. وطبعا انا بحيي الاخراج والاعداد معانا اول باول، وتريزيجيه يعني معانا طبعا حاجه عالميه يعني. فتريزيجيه يستحق طبعا المباراه امبارح. بصوا بقى كمان امبارح سيراليون بيلعبك ازاي. انت عندك مشاكل في ارضيه الملعب، النجيل صناعي. عندك مشاكل في الالتحامات، الناس اللي بتقعد تقول محمد صلاح بيخاف على رجليه، اصل هو ما بيحبش يلعب في منتخب مصر زي ليفربول. يا جماعه اتكلموا بمنطق شويه، محمد صلاح هذا اللاعب الخلوق اللي بيعشق تيشرت منتخب مصر واللي عاصر اكثر من جيل، وكان اخرهم جيل الحضري وتريكا و وحاول ان يوصل لكاس العالم لحد ما وصل. امبارح كان صعب جدا نلعب في اجواء هذه المباراه، امطار غزيره قبل المباراه، ملعب طبعا نسبه رطوبه عاليه جدا، ملعب نجيل صناعي، الالتحامات فيه قويه وخطيره جدا، ساعات سفر طويله جدا لغايه كمان 8 ساعات طبعا طبعا. لا سيبك من دي، ده الطبيعي وده المنطقي ومفروض تاخد على ده، ولكن اللعب في افريقيا صعب يا جماعه، وده اللي احنا قلناه انك انت تجيب مدير فني. امبارح فيتوريا قاعد برده المباراه صعبه، الاجواء صعبه، الجو صعب عليه، الراجل الاوروبي اللي جاي من البرتغال عشان يواجه هذه الاجواء الافريقيه كانت صعبه جدا. هو ده الاختبار بقى، هو ده اللي احنا اتكلمنا فيه، انك انت تجيب مدير فني يقدر يلعب معاك في الاجواء الافريقيه، انك انت تبتدي تبص لنفسك مباراه تلو الاخرى، تحط ايديك على نقاط القوه والضعف، وانت خاصه داخل على كاس عالم مفيش هزار، الجماهير المصريه مش هتتقبل تماما انك انت ما توصلش كاس عالم. داخل كاس امم الافريقيه اللي وصلت للنهائي مرتين في 2017 والنسخه الاخيره مره امام الكاميرون ومره امام السنغال، وبتخسر المباراتين مره 2-1 ومره بركلات الجزاء الترجيحيه، صعب جدا ان منتخب غائب من 2010، بطولات غائبه من 2010 14 سنه. على ذكر امم افريقيا بالمناسبه، احنا كده كده بعد ما انتهينا من مباراه سيراليون كده كده هنقفل ملف المنتخب مؤقتا لغايه يونيو بقى 2024، كل سنه وانت طيب. لا لغايه ايه ده، لغايه هي كلها اسبوعين ثلاثه عندك كاس. لا انا بكلمك على صعيد تصفيات كاس العالم، لكن الامم الافريقيه خلاص احنا فتحنا صفحتها اهو بالفعل. في ضوء اللي حضرتك شفته لمنتخبنا في الماتشين اللي فاتوا جيبوتي وسيراليون، الى اي درجه انت مطمئن على اللي جاي، اخذا في الاعتبار ان حضرتك طبعا اكيد ما عندكش ذره شك في ان اللي جاي اقوى بكتير من اللي فات؟
طبعا هو عشان كمان اكون رديت على سؤال نهاوند بالنسبه للاخطاء الدفاعيه اللي كانت كثيره جدا، وده اللي لازم نعمل حسابه في كاس الامم الافريقيه. احنا عندنا مشكله في قلب الدفاع، عندنا مشكله في اللي بيلعب جنب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم مدافع منتخب مصر، مش هنقول بقى اهلي وزمالك خلاص، مدافع المنتخب من اقوى المدافعين في القاره السمراء بالفعل. هذا اللاعب يستحق الاحتراف في وقت معين والخروج خارج مصر تماما ونفرح له ونسقف له. محمد عبد المنعم المشكله مش فيه هو، محمد عبد المنعم عنده قدره كبيره جدا على الارتداد، قدره كبيره جدا هو يغطي ورا الجناحين لما بيطلع، لان فيكتوريا بيعمل استريتش للملعب كده وبيخلي الظاهرين بيطلعوا، سواء كان عمر كمال عبد الواحد وصلاح يدخل لجوه شويه او يطلع فتوح ويدخل تريزيجيه او مرموش شويه. عمل نفس القصه في مباراه امبارح بالنسبه لمحمد حمدي ومحمد هاني، فلازم التغطيه تكون فعاله بشكل محترم جدا. طبعا. محمد عبد المنعم عنده ده، يعني لازم نقول شابوه لعبد المنعم لانه طبعا ظهير مدافع ولا احلى في قارة السمراء، مش في الاهلي او المنتخب فقط. لكن المشكله في اللي جنب محمد عبد المنعم. محمد عبد المنعم انا قلتها هنا واحنا قاعدين مع بعض، لما قلت لي تتوقع تشكيل المنتخب ايه وتناقشنا، قلت لك يا ريت ياسر ابراهيم يكون متواجد جنب محمد عبد المنعم. ليه؟ لان الاثنين عندهم توازن في النادي الاهلي، عندهم كيمياء في النادي الاهلي. ياسر ابراهيم سريع شويه، ياسر ابراهيم بيقدر يفهم محمد عبد المنعم وتحركاته. فالازمه هنا عندك امبارح كانت في علي جبر او في اللي موجود جنب محمد عبد المنعم، وده اللي ظهر بشكل كبير جدا امبارح. ماتش امبارح محمد عبد المنعم مش بس كان بيدافع عن المنتخب، ده بيدافع عن محمد صلاح وقت ما الجماهير كمان نزلت تقتحم ارضيه الملعب. بيدافع بكل كلمه دفاع ما يتعنيه من معنى. محمد مقاتل جدا وعاشق لكره القدم، وبيبان ده على ملامحه داخل الملعب وخارج الملعب بالمناسبه، لحد ما يصل الفريق للنتيجه اللي بيامل فيها الكل. فدي اللي عملت ازمه امبارح. عندك اختراقات في النواحي الدفاعيه، كان عندك لعب في ظهر المدافعين وظهر الباكات الاطراف بشكل غريب جدا، فمش قادر بقى علي جبر مع محمد عبد المنعم. وده اللي حصل امبارح، ان الشناوي امبارح كان نجم المباراه. صحيح. قبل تريزيجيه وقبل اي حد. طبعا. محمد الشناوي امبارح يستحق شابوه، يستحق انك يعني تخلع القبعه كده وتقول اللي هو وحش حاضر معانا افريقيا. طبعا، لان هو ما شاء الله طول بعرض. طبعا. ربنا يحمي عبد المنعم الاثنين في الصوره، لان في راحه لما تحس ان في حارس مرمى كبير زي الشناوي وراك كمحمد عبد المنعم او علي جبر. فدي الازمه. سؤالك انك انت قلت لي هنعمل ايه في كاس الامم الافريقيه، هي المشاكل الدفاعيه دي اللي لازم تتحل. لما تروح تقابل كاب فيردي اللي هو راس الاخضر او موزمبيق، غير لما هتلعب غانا. دي المنتخبات اللي معانا في المجموعه، ودي اللي هيبقى فيها صعوبه شويه. لما تقابل الراس الاخضر او تقابل موزمبيق اكيد هيبقى عندك تشكيل، وامام غانا هيبقى عندك تشكيل تاني، خاصه على مستوى منطقه وسط الملعب واللعيبه اللي بتزيد زي حمدي فتحي في مع المهاجمين، او اللعيبه اللي لازم توقف خطوره المنتخب الغاني. لكن في النهايه لازم نستوعب فكره انك انت منتخب مصر، عشان دايما بيقول لك احنا نلعب بطريقه كيروش ولا طريقه كوبر اللي وصلتنا لنهائي كاس الامم الافريقيه. ما هي المشكله ان بالارقام يا كريم لو بصيت انت وصلت لنهائي كاس الامم الافريقيه ووصلت المستوى الاخير في كاس عالم بالطرق الدفاعيه، سواء كان عن طريق كوبر اللي كان بشع في طرقه الدفاعيه البحته تماما، او عن طريق كارلوس كيروش اللي انا بعترف انه كان برضو كان عامل شغل كويس جدا على الارض معاك او في البنيه التحتيه لمنتخب مصر صراحه يعني واكتشف اكثر من لاعب في اكثر من مركز، وكان ليه الفضل في ان هو عرفنا على عمر مرموش واكثر من لعيب، ده حصل فعلا. لكن بالنسبه لفيكتوريا الراجل هو واضح انه عارف بيعمل ايه كويس جدا، اختبار يلو الاخر. انا شايف انه محظوظ. ليه؟ لانه حتى الان ما فيش اختبار قوي تماما لمنتخب مصر باستثناء مباراه الجزائر بالفعل، عشان بص طبعا مباراه بلجيكا بالارقام انت عندك فيكتوريا 13 مباراه واخد 11 فوز يا جماعه. أيوة. 11 فوز وتعادل وخساره امام تونس عشان لعيبه الاهلي ما كانتش موجوده والدوري ما كانش لسه ابتدى. عندك قصص كثيره يعني مسيو سامح، خليني اقول لحضرتك على حاجه. الكلام ده كلام رائع جدا وكلام مبشر ورؤيه ننبسط بيها، بس انا من الناس اللي بتخاف شويه لما الاقي مباراه زي استراليون والاقي ان انا الدفاع عندي فيه مشكله والاقي ان الشناوي هو اللي انقذ المباراه. شويه المباراه دي ما طمنتنيش قلقتني، واعتقد في ناس زي كتير يعني. طبعا جينا وقلنا صباح النصر ومبسوطين والست نقاط وحقنا العلامه الكامله وغيره وغيره، بس انا دلوقتي اخاف لان اللي جاي سواء بقى على المستوى الافريقي او حتى بعد كده لما نعود مره تانية للتصفيات قصه تانية خالص، مستويات فنيه تانية خالص. فانا لو بعمل ده دلوقتي عندي مشكله في الدفاع وظاهره بهذا الشكل والشناوي اللي انقذني،
ده مش مطمئن. طبعا احنا لما اتكلمنا يعني نتكلم شويه بقى دايما إيه طبعا دايما هتكلم عن الحلقه اللي عملناها ليله مباراه ماتش الجزائر، لان ساعتها قلنا ان مباراه الجزائر قوه المنتخب المصري ومدى شراسته ومدى فكر فيكتوريا وكيف يلائم طريقه لعب المنتخب المصري، او هل سيرضي طموح جماهير مصر، ده هيظهر في مباراه الجزائر. وقد كان المنتخب كان مبشر شويه ولعبت ب 10 لاعبين وكانت النتيجه كانت مبشره حتى لمنتخب مصر، وتقدمت بهدف رغم الاجواء، ثم تعادل المنتخب الجزائري. بدات تحسي ان احنا عندنا منتخب ممكن اخطاء يعني متراكمه، لما ما يبقاش عندي اهدار الفرص بشكل كبير، ما يبقاش عندي مشكله في الدفاع، ما يبقاش عندي ميس باس كتير، الكلام ده كله هو اللي بيخليني في الاخر اقول انا لعبت وعملت اللي عليا يعني. وده اللي اعتقد الجماهير المصريه محتاجاه في الاول في الاخر. شوف احنا يعني للاسف يعني الكلام اللي كانوا دايما بيزعلوا مني فيه ان كنت بقول ما عندناش منتخب من 2010، فعلا ما كانش عندنا منتخب من 2010. اعتقد مش حد مختلف يعني، ولكن لا في ناس كتير بتختلف وناس كتير بتجود في الكلام بجد، وشايفين ان احنا بنهاجمهم بلا داعي، لكن في النهايه اتفرجوا يا جماعه على الصوره، نتحدث عن النتائج يعني. طب ما تفند وجهه النظر دي عشان لو حد متشكك، نفند وجهه النظر الحاليه. لو بصينا على الشاشه من اول محمد صلاح لحد مصطفى محمد في التوليفه اللي موجوده حاليا، انت معاك قماشه حلوه قوي، نتكلم بصراحه، من اول الشناوي حتى محمد صلاح ومصطفى محمد ومثلث الرعب اللي انا بسميه، وبتمنى انه يوصل لمرحله مثلث الرعب في افريقيا وفي منتخب مصر، مصطفى محمد ومرموش او تريزيجيه مع محمد صلاح. لو وصلنا لهذه المرحله، القماشه دي انت تقدر انك انت تفصلها لمنتخب قوي جدا. طب انت كان معاك نفس القماشه فترات سابقه؟ لا، ما كانش معاك نفس القماشه، او اغلبها، اغلب عناصرها اغلبها، ولكن كنت بتحتاج لان التوليفه اللي موجوده تتثبت اللي في منتخب مصر، ومحتاج مدير فني قادر على ان هو يقرا الملعب ويقرا امكانيات لعبته ويجيد اللعب في افريقيا، لانه في النهايه جاي يدرب في افريقيا مش في اوروبا. فكان عندك معطيات كثيره جدا. فيكتوريا خلينا ماسكين الخشب، انه حتى الان النتائج لطيفه، النتائج حلوه وعامل العلامه الكامله، وصباح النصر وقول كل اللي احنا عايزين نقوله ونهلل ونسقف، ولكن في النهايه اقف فيكتوريا، شوف انت رايح على فين، مشاكلي ايه، انت دلوقتي مشاكلك ايه، معاك قماشه هايله جدا، معاك لعيبه محترمه على مستوى عالي، ولكن انت عندك مشاكل لازم تتحل على المستوى الدفاعي وعلى مستوى وسط الملعب، وكان لازم تعمل شكل هجومي لمنتخب مصر. ده شفته شويه، بدا يبقى ليك شكل هجومي. انا زعلان ان المنتخب بلا طعم، بلا رائحه، بلا لون، بقالنا سنوات طويله جدا، وتعاقبت المديرين الفنيين وكارلوس كيروش وكوبر وحسام البدري وايهاب جلال و و و، والنتيجه صفر تحت الصفر، انك انت في النهايه ما خدتش ولا بطوله، وكان تمثيلك في كاس العالم لم يكن تمثيل مشرف بالمناسبه. انا ما طلعتش الدور الثاني، ما عملتش ربع اللي عمله المغرب، ما روحتش، طبعا كنتش موجود يا جماعه، انا بروح، انا جيت كاس العالم، هنروح امتى؟ ده السؤال، امتى هنمشي؟ طب على ذكر المغرب، وبالمناسبه احنا بنستشهد بيها دايما، والهواد دايما بتستشهد بالنجاح اللي عاملينه هناك في المنتخب المغربي. المغرب الى حد كبير دوله شبهنا في كتير من تفاصيلها، وحتى في طبيعه علاقه جماهيرها بكره القدم زي عندنا كده. طب ايه الفرق اللي حصل، او ايه الفجوه اللي حصلت فنتج عنها ان بقى في جاب كبير بين انجازات، بلاش الانجازات، حتى اداره الملف، ملف المنتخب في المغرب وعندنا في مصر، لا الفرق في ايه؟ اقول لك على حاجه، المنتخب المغربي يعني على خطى المنتخب الجزائري، انت عندك مدير فني وطني في المغرب، عندك لعيبه محترفين على مستوى عالي جدا في المغرب، فده اخذ وقت منهم ازاي يصنع المنتج المغربي بصناعه وطنيه خالصه، بدايه من المدير الفني اللي هو ركراكي، اللي عمل حاجه محترمه جدا طبعًا مع منتخب المغرب، وسنه صغير وادوله فرصته طبعًا. بالمناسبه حتى الاعلام، حتى الجمهور، حتى القماشه اللي كانت معاه، وده اللي قلناه. اللي بينقص منتخب مصر، مش دي الكلمه اللي بنسالها دايما وما بنلاقيش اجابه، اللي بينقصنا ان احنا نعبر عن تاريخنا، حتى مش انك تعبر عنك ان انت كبير افريقيا، انت مرعب افريقيا، انت رقم واحد في افريقيا، انت اكبر منتخب حصل على نجوم في كاس الامم الافريقيه، اين انت من كاس العالم؟ اين انت من كاس الامم الافريقيه من 2010؟ الاسئله دي يسال عنها اتحاد الكره المصري، يسال عنها جيل كامل من اللاعبين ما كانش عنده مسؤوليه في ان هو يرتدي تيشرت منتخب مصر، يسال عنه الكثير والكثير، حتى المديرين الفنيين اللي تعاقبوا على المنتخب الوطني اللي بقينا احنا نجرب فيهم وهم يجربوا فينا، والنتيجه حرق الدم جماهير مصر، اتكلم بمنتهى الامانه طبعًا. يعني وبقى في فتور من الجمهور على متابعه ماتشات المنتخب اصلا، انت جيت لاخطر نقطه، انا بحييك عليها طبعا على الهواء، لان محمد صلاح نفسه طلع وقالها، يا جماعه انتوا فين من تشجيعنا؟ ايه الحكايه؟ أيوة ايه اللي حصل؟ انتوا فين؟ واتكلم عن التشجيع، تحولنا لتشجيع الانديه يا جماعه، تحولنا لتشجيع الاهلي والزمالك، تحولنا لتشجيع الانديه بعيده عن المنتخب تماما. العيب في ده مين؟
مين اللي خلى جمهور مصر يمشي من المدرجات؟ ده السؤال اللي نسأله قبل ما نقول لهم انتوا فين؟ نتكلم بمنتهى المنطق. انت خليت جماهير مصر تفقد الشغف ان هي تبعك في المدرجات، تفقد الشغف ان هي تروح ورا منتخبها. بس خلونا بلاش نتكلم عن اللي فات والنظره السلبيه اللي فاتت. لو نفتكر زمان كنا بنحضر 2010 والايام الحلوه دي، كنا احنا صغيرين وكنا بنحضر. كنت انتوا قبلينا بالمناسبه العنصر النسائي الامهات والفتيات والشباب والعائلات واعلام مصر على خدودهم طبعًا وعلى وشوشهم وعلى كانوا اهالينا بالعكس بيشجعونا نروح. وكانت احلى خروجه تعملها العيله انها تشوف منتخب مصر وتشوف الحضري وتريكا وبركات وتتفرج على مثلثات الرعب، مش مثلث واحد لا، كان عندك مثلثات رعب داخل الملعب بتتفرج على توليفه وتشكيله وطريقه لعب ونتائج. ممكن نرجع للحاله دي، ولا الحاله دي جزء كبير منها كان معتمد على خصوصيه اللعيبه اللي كانوا بيلعبوا في الزمن ده؟ شفت انت قلت ايه يا كريم؟ قلت حاله. ازاي ان احنا نرجع الحاله دي تاني؟ هو ده اللي احنا بنقوله، ازاي نرجع الحاله؟ الحاله انك تختار مدير فني على مستوى راقي، نتمنى ان يكون فيتوريا على هذه المسؤوليه ويقدر ان هو يكون مدير فني يليق بمنتخب مصر، ادي واحد. اتنين، ان يبقى عندك جيل من اللاعبين عارفين قيمه منتخب مصر كويس جدا، ويبعدني عن مشاكل الاهلي والزمالك والصراعات والدوري والمنافسات. اكبر بقى، اتعلم ثقافه الاحتراف وانك ازاي تمثل بلدك. محمد صلاح بيجي يلعب معاك ما بيفكرش في ليفربول، الناس اللي بتتحكم عليه وبتتكلم، ما بيفكرش في الدوري الانجليزي ودوري ابطال اوروبا و بيفكر في منتخب مصر فقط. فانت محتاج تغير ثقافه اللاعبين، ومحتاج مدير فني محترم، ومحتاج فتره انك انت ازاي تفصل القماشه دي، انك انت تدخل بيها كاس الامم الافريقيه وتكسب وترجع للبطولات، ازاي تصل الى كاس العالم وتبتدي الناس تشوفك بقى بشكل جديد. ومحتاج حاجه العالم يشوفك بشكل جديد. محتاج ان انا استقر شويه واهدى شويه، وحتى لو فيتوريا هنروح لاوحش السيناريوهات لم يحقق المرجو يعني، واللي هو المفروض تعاقد على اساسه هذا العام، ما يمشيش، لان الاستقرار الاداري مهم جدا. وعلى فكره ده طبيعي، يعني مش شرط من اول ما يتم استقطابه ان هو يحقق نتيجه احنا نتمنى، لكن وجوده مهم، لان هو اكيد هيكون ملم بخبرات كبيره وتعرف على اللعيبه بشكل اكبر، فاللي جاي اكيد هيكون افضل. لا كنت يعني العام اللي بعد كنت عملت كده مع كيروش، احنا ما عندناش كده في مصر. ما هي دي عشان ما عندناش، هي دي امبارح كنت قلتها صح. صح والله انت كان عندك امبارح يا كريم كارثة كل ما تحمله كلمة من معنى، ان منتخب مصر كان ممكن يشيل واحد واثنين وثلاثة من مين؟ من سيراليون. كنت هترحم فيتوريا؟ احنا النهارده كنا، كنت هتصحي الصبح تقولي صباح النصر ولا تقولي فيتوريا؟ جبتي الاخر خلاص. ده المنشات الاساسي جماعه. انا امبارح طالع كل السوشيال ميديا، الاساتذه المحترمين الكبار اللي انا بحترمهم عشان ما حدش يزعل، عشان هم هيعرفوا رسوم كويس قوي، طلعوا عن محمد صلاح بعد مباراه جيبوتي مش امبارح بقى، كان يوم الخميس طلع الجمعه، قالوا ده اله منتخب مصر ده كده. اللي كان اول امبارح كان بيقول ان هو محمد بص لا يليق ان هو يمثل اسم مصر، لان هو ما يعرفش قيمه التيشيرت وبيخاف على رجليه وبيهمه الدوري الانجليزي وليفربول. هي التفصيله النهارده بيسقفوا له، وده اللي هيحصل مع فيتوريا. فيتوريا النهارده 11 فوز الكل بيسقف له. طب نتعلم بقى من الماضي، ما نتعلم ان احنا تكرارنا للموضوع ده بيخسرنا مش بيكسبنا. بص خلينا نتكلم بالمنطق، ان برده لما حد يجي يسالني يقول يا سامح انت عايز تقول لي ان انا لو رحت كاس الامم الافريقيه وخرجت من الدور الاول او من الدور الذي يليه الدور الاقصائيه هرحم فيتوريا؟ او لا ما ترحموش، حقك. ليه؟ لان احنا قلنا ان وقت الحساب يا فيتوريا هيجي بعد اقل من شهر ونص، هيجي في كاس الامم الافريقيه. انا مش جايبك عشان تعمل لي 11 مباراه كسباني فيهم كام مباراه وديه وتكسب لي مباراتين في تصفيات كاس عالم اللي هي منتخبات في منتهى التواضع، في منتهى ملهاش اسم ملهاش تاريخ، هو منتخب سيراليون او منتخب جيبوتي، وتيجي تطلع في كاس الامم الافريقيه تخرجني من الادوار حتى الاقصائيه، او تخرجني من دور التمهيد، او تيجي تخسر من غانا بسكور، او تيجي تخسر من كاف فيردي. يبقى احنا كده يا جماعه ملطشه. طيب ما نزعلش. انا عايز اسالك بقى على التفصيل اللي كنت بتتكلم عنها من شويه، فكره ان احنا عند اللزوم وطبقا للاهواء بنطلع اي حد سابع سماء او نخسف بنفس الحد ده سابع ارض، او نجيب كبش الفدا. ما انا قصدي اقول لك بقى التوجه ده، وانا هنا بكلمك على الجماهير، موجود عند الجماهير كره القدم المصريه من زمان، ولا التفصيله دي استجدت في الفتره الاخيره، او اضعف الايمان برزت قوي بانت قوي في الفتره الاخيره؟ لا هو احنا اخذنا الجماهير عليها على مستوى الانديه، بعض الانديه عشان ما نجيبش سيره حد، اللي اول ما بيحصل مباراه بيخفق فيها هذا النادي الكبير المدير الفني هيمشي وهدي له فلوسه وهجيب غيره الصبح. احنا خلينا الجمهور ما عندوش صبر، احنا خلينا الجمهور ولا الاعلام، احنا وجهنا الجمهور ان هو ما بقاش عنده صبر. النهارده لما فيتوريا يخسر
مثلا لما خسر كابتن وائل رياض من تونس خسر 3-0 بكره الصبح بقى ماشي خلاص بقى خسر 3-0 والله لو الكلام ده كسبان الجزائر 3-0 يعني كسبان كسبان الجزائر ومنتخب كبير. احنا ربينا الجمهور المصري ان هو النهارده فيكتوريا خسر امام سيراليون بكره لازم يمشي. طب انت بتمشي كان تقريبا 4 مش 3 4 كمان 4 انت خسرت 4 كمان انت كسبت الجزائر 3 وخسرت من تونس 4 ادى حوار رياض بقى بهذه الثقافه. خلي بال حضرتك من حاجه برضو ما حتى وان كان الراي العام كده لازم يكون في ناس في المراكز اللي هي صاحبه القرار مش كده يعني انا مش مفروض انساق للراي العام اللي هو برضو ما عندوش منطق او خبره يعني على الاتحاد لا هي مش هو مش بينساق للراي العام هو بيطلع كبش الفدا اللي يخلي الاعلام والجميع ما يهاجموش هو انا ما الراي العام مفروض في الاول في الاخر ما يعني ما يهمنيش لدرجه ان هو يؤثر على قراراتي لطالما انا في مركز انا طلع فيادي. اتحاد الكوره بعد اخر مباراه ما بين مصر والسنغال في السنغال وما رحناش كاس العالم مش كان في لقاء ما بين دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه وجمال علام جوه غرفه خلع ملابس منتخب مصر وكان محمد صلاح كانوا خلاص في حاله بكاء ونني وقال لهم انتوا رجاله وهتكملوا والمنتخب ده هنبنيه والمنتخب ده مكمل وطلع اتحاد الكره قال كارلوس كيروش مكمل بعد ده ايه اللي حصل؟ مين اللي كبش الفدا؟ مين اللي مشي؟ مين اللي قالهم على السلامه؟ كان كارلوس كيروش بالمناسبه. معلش انا عايز اسال سؤال برضو ما هو انا ليه الاتحاد الكوره عندنا المصري متوقع ان احنا هنلومه على النتائج؟ ما هو انت اديني اداره جيده ووفر لي مدير فني جيد. ما هو اللي مختار المدير الفني فطبيعي انك هتهاجميه هو. مين قال كده على فكره والعالم كله مش المفروض ده اصلا يكون بيحصل عادي على فكره يعني. المفروض ان الاختيار بيتم عن طريق اتحاد الكوره. حلو ان هو بيجيب مدير فني خلاص الراجل بقى هو اللي بيتحمل اللي جه ده انا الراجل اللي بيتحمل بس في النهايه لما انا وانت نتفرج ان الراجل ده لا يليق باسم منتخب مصر هتقول مين اللي جابه؟ لا مش هقول على فكره بالعكس انا هقول لما يبقى التيرن اوفر عندي ثلاث مديرين فنيين لمنتخب في موسم واحد ده اللي مش طبيعي ده اللي الوم فيه واقول دي اداره مش مظبوطه انا معاكي لكن التاني ده الوم فيه اتحاد خلاص ما اصل انا ممكن اختار واصيب او لا ما ده طبيعي يعني ده بيحصل فكرك ممكن نوصل لمرحله ان المنطق يبقى هو اللي سائد وان 1+1 يساوي 2 ونفعل خاصيه الثواب والعقاب كل واحد من اصحاب القرارات لما ياخد قرار يتحاسب عليه وعلى نتائجه وعلى اللي حصل جراءه بعد كده بدل ما نعمل مجهود كبير في ان احنا ندور على كبش فدا عشان نسكت الجماهير طب اقول لك حاجه احلى من كده مصدر الازعاج بالنسبه لنا اقول لك حاجه احلى من كده مش عشان احنا قاعدين في قناه الاهلي ومش علشان خاطر احنا بنتكلم عن النادي الاهلي عشان طالعين في قناته بشكل كويس بس هو ليه النادي الاهلي ناجح؟ هو ليه النادي الاهلي بابع افريقيا؟ يعني اسباب هو ليه النادي الاهلي بيجيب مدير فني حتى لو كان متواضع المستوى بيعمل له تاريخ؟ هو كان مين ماله الجزئيه قبل ما يجي النادي الاهلي؟ صح مارسيل كولر صح موسيماني كل حتى لو موسيماني عمل مع احترامنا يعني صولات وجولات مع صن داونز مع احترامنا كون مديرين فنيين ولكن هناك اداره في النادي الاهلي بتستطيع ان هي تختار المدير الفني المناسب لتاريخ القلعه لا وبتساعده يعني واذا ما فشل هذا المدير الفني او تراجع مستوى اداء الفريق معاه بيكون هناك وقفه من قبل اداره النادي الاهلي عشان توجهه او تختار غيره بالشكل اللائق بس في الوقت ده ليه ما بيحصلش عن طريق المنتخب دي بقى احنا مضطرين نقفها دلوقتي عشان نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام خلينا نكمل فعلا النقطه دي مهمه طيب رجعنا عشان نكمل دردشتنا والحقيقه يعني للاسف الشديد احنا عندنا 5 دقائق بس يعني متبقيين على نهايه الحلقه وعندنا بتاع 50 ملف عايزين نفتحهم طب نتصرف ازاي في الورطه دي والله ما نتكلمش في حاجه منهم سؤال وهتلاقي الكبسوله في 30 40 ثانيه طب انا عايز اكمل الملف اللي فتحناه قبل الفاصل بصراحه لان هو مهم جدا واحنا بنتكلم على التيرن اوفر اللي عندنا وفكره خوف ان انا حد يلومني فبعلق الشماعه على غيري ودي السلسله المستمره معانا سنوات طويله جدا بتادي في النهايه ان انا ما بقدمش حاجه غير ان انا بتنصل بس من المسؤوليه وده غلط ومش بتكلم كده على كل المسؤولين طبعا في ناس محترمه جدا وبتتحمل المسؤوليه بس لغايه امتى؟ ما هو انا لما اجي اقول اصلاح منظومه واجي اقول واقول اصل المغرب اصل دول ومنتخبات وعدتني وبتاع طب ما انا محلك سر نفس المشاكل اللي بتواجهني النهارده بتواجهني بكره السنه اللي بعدها فليه انا شايفه في اختلاف طالما انا ماشيه بنفس السيستم يعني هتوقع نتيجه مختلفه ليه؟ بص اقول لك على حاجه خلينا نبتدي بحاجه ومش مجامله والله هو مش الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لهم المدير الفني الوطني هيبقى افضل مش ده كان مجمل ده الشعب كله بيتفق على النقطه دي اصلا نفسنا هايل هل الشعب المصري ده ما فيش فيه مليون محمد صلاح بالتاكيد برضه متواجد موجود احنا الفكره عندنا يا جماعه احنا ما بنبصش كويس وما بنديش الفرصه لحد ان هو يؤدي بالشكل المطلوب
خالص نهائيا. فانا النهارده لما اجي اخد مدير فني اجنبي واسيب المدير الفني الوطني واجيب اجنده عشان اذاكر فيها واشوف مين اللي يليق باسم منتخب مصر، انا لازم اتحمل المسؤوليه، لازم اتحمل المسؤوليه. فاختار مدير فني كفء ما دام انت جايبه على مسؤوليتك واديله فرصته. النهارده خلينا نتكلم على ارض الواقع اللي احنا فيه بسرعه عشان لما نخش في قضيه ثانيه بعديها على طول. انت هتعمل ايه مع فيكتوريا؟ لو سمحت يا اتحاد الكوره، لو سمحت يا اعلام، لو سمحت يا جمهور مصر، ادي الفرصه لفيكتوريا ان هو يعلن عن ذاته ويقرا الكره المصريه كويس جدا ويقرا منتخب مصر كويس جدا وامكانيات اللاعبين سواء المحليين او المحترفين كويس جدا وادي له فرصته. ويمكن طيب. ده محقق في العقد بتاعه لان هو ينتهي 2026 فثلاث سنين في استقرار شويه. ده حقيقي. اذا خلاص انت النهارده عملت اجنده محترمه واتكلمت بشكل احترافي متطور ان انا يا جماعه هو جايب لكم مدير فني يقعد ثلاث سنين، هنلعب معاه تصفيات كاس الامم الافريقيه، تصفيات كاس العالم، هنلعب كاس الامم الافريقيه ونشوف احنا رايحين فين، عشان ساعتها نقول فيكتوريا هل هيكمل مع منتخب مصر ويبقى احد المشروعات الناجحه بالنسبه لاتحاد الكره والكره المصريه. اذا هو متواجد معانا ووصلنا للمبتغى اللي بقالنا سنوات بندور عليه. انت شايف ان السيناريو ده هو الاقرب لانه يتحقق الفتره اللي جايه؟ اذا في ضوء اللي شفته مع فيكتوريا او من فيكتوريا. لا ما شفتش حاجه، ما شفتش حاجه. الله ما شفتش حاجه. الله لسه. بعد كل ده انا لسه لم ارى قوه المنتخب المصري اللي انا بحلم بيها، لسه لم ارى المدير الفني الكفء اللي يليق باسم منتخب مصر، لكن هشوف ده من خلال التصفيات الافريقيه المؤهله لكاس العالم، وهشوف ده في كاس الامم الافريقيه اللي جايه، هعرف منتخب مصر فين، هعرف روي فيكتوريا فين، هعرف اللاعبين المحليين والدوليين المحترفين بره يستحقوا ان هم انا متفائله افريقيا قوي، ما اعرفش ليه. طبعا لازم نتفائل، يعني فرصتنا انا شايفه ان منتخب هي... مصر وعندك قماشه محترمه ومدير فني جيد حتى هذه اللحظه، بس عشان ما نفرطش في الاحتفالات، اصل احنا يا جماعه بنطلع نهلل بسرعه قوي، بنطلع نفرح بسرعه قوي، بنطلع نحلم بسرعه قوي، وصباح النصر وصباح، مش قصدي ان انا اسخر من اللي قلت وبيتكلم على المبدا نفسه. على احنا الحاله بتاعتنا كده يا جماعه، احنا أيوة. بنفرح في الفرحه في الانتصار، بنفرح وبنهلل وبيبقى عشان بيبقى متعشمين بزياده، ما عندنا امنيات بزياده، ولكن مش عايزين نفرط. انت عندك جمهور مفرهد بقاله سنين طويله طبعا، دي حقيقة. فيما يتعلق بمساله المنتخب طبعا، صحيح. الناس بتتلكك عشان لا ومحروق دمك وكان نفسك توصل لكاس العالم، وانت عندك برضه وكان نفسك توصل الامم الافريقيه والسنغال لك كدت عليك، لا انت كان عندك ازمات كتيره، وانت كنت بتخسر برضه البدايه بتاعه التصفيات بتاعه كاس العالم، وده كان مختلف. ان انا عايز اقول لك بالعكس كمان، المباراتين الاوائل يعني بالعكس كمان، لما بتطلعي تقولي صباح النصر للناس الصبح بتبقى حاجه ايجابيه جدا وحاجه بتفرح الناس جدا، والناس محتاجه تفرح بقى لها سنوات، والناس بتحب الكوره تتفرج عليها، وكله كان بيهلل مع المنتخب. فلما بشوفك انا كمشاهد بفرح، لذلك انا بقول لك انت عندك حق، ولكن مش عايزين نفرح صباح النكد يعني، ما ينفعش، ولكن نتمنى بقى ان ده نتمنى ان احنا ما نفرطش في هذه الفرحه، نعرف بس احنا واقفين فين ونستمر على ايه. احنا نتفائل لكن نحلل ونتكلم بمنطق يعني، لكن ده لا يتعارض مع ده، لكن اصدر صوره سلبيه وابقى متحفظ قوي اتكلم كمان في امور فيها مشاكل، اكيد ده مش عادله او مش عادله سليمه. وبعدين وبرده عشان الناس تبقى فاهمه انا ليه بتكلم، انا مش بهاجم ان انتوا بتقولوا صباح النصر، بالعكس. لا لا، ان انا بشوفكم مش... بتفرحوا وفي نفس الوقت بتحللوا بالمنطق 100%. وبتهاجموا وبتنتقدوا وبتتكلموا، ده جنب ده عشان بس نعرف احنا واقفين فين يا جماعه. فهي دي الفكره، ادي فيكتوريا وقته، شوف القماشه دي هتروح على فين لمنتخب مصر. انت امام جيل جديد قادر فعلا ان هو يستعيد البطولات ليك انت كشعب مصري، ما يحرقش دمك، نشوف احنا واقفين فين، نتفرج على كاس الامم الافريقيه بالزبط. وبعدها نقعد نحسب حساباتنا وندي الفرصه لروي فيكتوريا عشان نقول له باي باي فيكتوريا او شكرا لحسن تعاونكم معنا. بعد انتهاء عقده، بعد انتهاء عقده، بعد انتهاء عقده طبعا طبعا. احنا وقتنا انتهى للاسف، يا دوب نلحق نشكرك على وجودك معنا، نورتنا. ميرسي، ده بنوركم، وبقول للناس تتفائل مع منتخب مصر وان شاء الله نبقى متواجدين مع بعض ونيجي في كاس الامم الافريقيه ونسقف ونقول صباح النصر برده بشكل محترم جدا، لان المنتخب ده يستحق. انا اعتقد ده واتفق معاك، وباذن الله خير الفتره اللي جايه، وباذن الله روي فيكتوريا يشتغل كمان على المشاكل الموجوده اللي هي ظهرت يمكن في مباريات سهله، وده الافضل لينا، لكن باذن الله يتم يعني التركيز عليها وتداركها مع اللي جاي، لان اللي جاي اكيد اصعب كتير. نشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم بكره ان شاء الله.